اول حاجه بالنسبه للرينال فيسيولوجي، احنا بنتكلم طبعا على جهاز الهيموداياليسيس. هو ساعات كتير قوي ناس تطلق عليه ارتفيشال كيدني، واحنا بنطلق عليه فعلا كلى صناعيه في احوال كتيره. فمهم جدا ان احنا نفهم الكليه الطبيعيه بتشتغل ازاي. الكليه الطبيعيه هي بيبقى فيها الوظيفه الاساسيه بتاعتها هي البالانس بتاع كل الالكترولايتس او البالانس بتاع كل الاملاح اللي موجوده في الجسم والميه، بحيث ان الجسم يشتغل في باقي اعضاء الجسم يشتغل بالوظيفه بتاعتها من غير ما يكون في عندها اي مشكله. الوظيفه دي بتتم عن طريق يعني وحدات كده موجوده اسمها نيفرونز، موجوده داخل الكلى، والوحدات دي منتشره داخل الكلى، بتبقى بيسكلي بتعمل انترفيس بتوين الدم اللي جاي من الارتريز. وفي عندنا وحدة كده بنسميها النفرون أو الجزء اللي هو بنسميه رينال كورباسل، بتبقى فيها حاجة بنسميها البومان كابسول، هنشوفها هنا بشكل أوضح. اللي بيحصل فيها الحقيقة إنها بتعمل فلتريشن للدم بشكل يعني ممكن نقول عليه كده في الأول خالص شكل كده يعتبر فيري رف، أو بشكل ما هواش فيه تدقيق في الأملاح اللي تبقى داخلة. فبيحصل فلتريشن من الدم، يدخل هنا في البومن كابسول، في الجزء اللي اسمه بومن كابسول دوت، بيبقى فيه عندنا كميه كبيره جدا من الميه وكميه كبيره جدا من الاملاح الطبيعيه وغير الطبيعيه، بتدخل كلها مع بعض داخل البومن كابسول. احنا بنتكلم على الجزء اللي بيبقى فلتر، او الجزء اللي هو بيخرج هنا في اول مرحله من مراحل الفلتريشن بنسميه الفلتريت. والفلتريت ده الحقيقه الفوليوم بتاعه بيبقى كبير جدا، يعني بنتكلم مثلا في اليوم الواحد كمية الفلتريت اللي بتتكون في الكلى بنتكلم على حوالي 180 لتر. من ال 180 لتر احنا اكشوري الجزء الطبيعي اللي بيطلع في اليورين او بيطلع في البول بيبقى حوالي 1% من النسبة دي. فمعنى كده ان في عندنا مراحل اخرى بيحصل فيها تدقيق في محتوى الفلتريت دوت، وبنشيل منه كميات من المية ونشيل منه كميات من الاملاح اللي احنا محتاجينها، وبنحط عليه الاملاح التانية اللي احنا ما نقدرش ان احنا نحصل عليها بالطريقة الطبيعية، بحيث ان في الاخر يبقى المحتوى بتاع اليورين يوصل بالشكل اللي احنا عاوزينه. فاللي بيحصل فعليا ان احنا في الجزء اللي هو الوحده بتاعه النفرون دي، في عندنا البومن كابسول، بيبقى في عندنا حاجه اسمها البروكسيمال كونفلوتد تيوبيول، بعد كده بنخش في حاجه اسمها اللوب اوف هنلي، وبعد كده في عندنا ديستال كونفلوتد تيوبيول. بيحصل في كل المراحل دي بيحصل حاجتين اساسيتين بعد ما نحصل مرحله الفلتريشن. في عندنا مرحله بنسميها ري ابزوربشن. الري ابزوربشن ده بيحصل بيحصل طبعا في التيوبس اللي هي اللي بيمشي فيها الفلتريت ديت، بيحصل ان في كميه كبيره جدا من الميه وكميه كبيره جدا من الاملاح المهمه، زي مثلا اللي بنتكلم على المينرالز الموجوده في الجسم، مثلا زي الصوديوم زي البوتاسيوم زي الحاجات اللي زي كده، حاجات زي الجلوكوز، حاجات زي الامينو اسيدز اللي جت بس يعني باي ميستيك في الفلتريت، كلها بيعاد امتصاصها عشان دي حاجات مهمه بالنسبه للجسم. في بعض الاحيان بيبقى في بعض انواع المواد ما بتبقاش موجوده في الفلتريت بشكل كافي، فبيحصل حاجه اسمها يعني تيوبيلر سكريشن، يعني بمعنى ان احنا عندنا في مرحله اخرى بيحصل ان في عندنا بعض الاملاح بيعاد اضافتها للفلتريت، بحيث في الاخر خالص بيبقى كميه الفلتريت بعد ما حصل لها ري ابسوربشن وسكريشن بتبقى حوالي 1% من الكميه اللي حصل لها فلتريشن هنا. فاكشولي احنا بنتكلم على ان التكوين اليورين ما هواش بس مجرد فلتر، لا ده احنا عملنا فلتر وبعد كده عملنا سيلكتيف ري ابزوربشن، يعني اعدنا امتصاص بعض الحاجات المهمه، واعدنا سكريشن، عملنا سكريشن او اعدنا اضافه بعض المواد اللي هي المفروض ان هي ضاره، عشان في الاخر يتكون اليورين بالشكل اللي احنا يعني متعارف عليه. عشان نتخيل المحتوى بتاع اليورين هو عباره عن ايه، بنتكلم طبعا على الكميه اليورين المعتاده 1.4 لترز بير داي. بنتكلم مثلا على البروتينز في البلازما موجوده بنسبه كبيره جدا، المفروض ما تكونش موجوده خالص في اليورين. الجلوكوز نفس الكلام، مش المفروض يبقى موجود في اليورين، فمعنى كده الاثنين دول لازم يعاد امتصاصهم بالكامل. بنتكلم على اليوريا اللي هي حاجه ضاره جدا، بتبقى موجوده التركيز بتاعها في الجسم او التركيز بتاعها في البلازما بيبقى حوالي 26، تركيزها في اليورين يعني نفس الفوليوم بيبقى اضعاف الكلام ده، يعني بنتكلم على رقم كبير جدا جدا بالنسبه للبلازما. فمعنى كده بيحصل كونسنتريشن للماده دي في اليورين، نفس الكلام بالنسبه لليوريك اسيد ونفس الكلام ده بالنسبه للكرياتينين. فمعنى كده احنا يعني الاجزاء اللي هي فيها المواد الثلاث مواد الضارين دول لازم يعني يعاد اضافتها
في التريد علشان يبقى التركيز يوصل بالنسبه العاليه جدا دي. بنتكلم على الايونز، بنتكلم على النسبه بتاعت الايونز في مثلا زي الصوديوم تقريبا مش بعيده بين البلازما بين اليورين. البوتاسيوم هنلاقي ان هو في البلازما قليل، بيبقى في اليورين بيبقى اكتر شويه. الكلورين بيبقى اولموست مش بعيد برضو. البايكربونات بيبقى يعني لحد ما ده بيبقى نص ده بس مش بعيده برضو. طبعا في اختلافات طبعا في السبيسيفيك جرافيتي وفي اختلافات في البي اتش، بس يعني بنتكلم على الاملاح هي دي اللي تهمنا. فمعنى كده الفانكشن بتاعت الكلى الطبيعيه فانكشن معقده جدا، وبالتالي لما نيجي نتكلم على جهاز الكلى الصناعيه هنلاقي ان هو مهما احنا عملنا تصميم فيه ما نقدرش ان احنا نوصل للحاجه اللي ربنا خلقها اللي هي بتبقى بتعمل كل الفانكشنز المعقده جدا اللي اتكلمنا عليها دي عشان يطلع اليورين بالشكل اللي احنا بنتكلم عليه ده. لو احنا جينا بقى لخصنا وظيفه الجهاز اللي هي موداليسيس، الوظيفه الاساسيه هي delivering patient's dialysis prescription by controlling blood and dialysate flows through the dialyzer. Actually الوظيفة الأساسية هي دي عبارة عن الطريقة، بس actually هي بنعملها إن احنا نشيل الـ waste metabolites، نشيل الحاجات اللي زي اليوريا والكرياتينين والحاجات اللي زي كده، ونشيل الـ water كمان، الـ excess water اللي بيبقى موجود عندنا في الجسم. فـ basically طبعا هنتكلم على وظيفه الهيموداياليسيس او الحاجه اللي احنا بنعملها اللي هي الداياليسيس سيشن اللي بيعملها البيشنت، بتبقى اكشوالي بتبقى اسمها داياليسيس بريسكريبشن. كلمه بريسكريبشن دي الحقيقه متعارف عليها ان دي الوصفه الطبيه. لما بنتكلم مثلا حد بيروح لطبيب علشان ياخد علاج، الورقه اللي بيبقى فيها الادويه هي بنسميها بريسكريبشن. فمعنى كده عمليه الغسيل الكلوي ما هياش حاجه راندوم كده، ما هياش اي حد وخلاص يروح يقعد على الجهاز وخلاص وذاتس ات. المفروض الطبيب هو اللي يكتب المريض ده هيقعد على الجهاز يعمل ايه بالظبط. فهو فعليا الدياليسيس سيشن اللي بيعملها البيشنت بتبقى يعني الدكتور الطبيب هو اللي محدد بالظبط هو هيتشال منه كميه ميه قد ايه، ومفروض يقعد على الجهاز قد ايه، ومفروض ان يعني يتابع الحاله بتاعت المريض عشان يبقى فعلا وهو خارج من السيشن بتاعت الغسيل الكلوي يبقى فعلا عمل الحاجه اللي هي تخلي جسمه يرجع تاني يبقى في الحاله الطبيعيه. طبعا زي اي جهاز طبي لازم يبقى في عندنا مونيتورنج اند الارم سيستمز. ما ينفعش يبقى في عندنا جهاز طبي ما يبقاش في حاجه تشيك فور بيشنت سيفتي. اي جهاز وخاصه جهاز زي الهيموداليسيس بيتعامل مع دم المريض زي ما نشوف، في غايه الاهميه ان يبقى في مونيتورنج والارم سيستمز عشان يفولو كل الاوبريشن اللي بتحصل في الجهاز ويميك شور ان الجهاز بيعمل الحاجه اللي المفروض يعملها بالظبط، ويتشيك لو اي حاجه فيها خطوره على البيشنت يعمل على طول الارم ويوقف السيستم، ويبقى في عندنا حاجه زي فيل سيف استراتيجي كده عشان يتوقف بشكل امن ما يعملش اي مشكله للمريض. لو حبينا نتكلم بقى على الحاجه اللي بتحصل فعليا، هي فعلا يعني الحاجه الاساسيه بيبقى في عندنا في ناحيه بيبقى في عندنا الدم، وفي ناحيه ثانيه في عندنا داليزيت، وفي النص احنا هنعمل حاجه بنشابه بيها او بنحاول نحاكي بيها الوظيفه بتاعت الحاجه اللي بنسميها اللي كنا شفناها قبل كده اللي هي البومن كابسول. البومن كابسول بيبقى هو عباره عن سيمي بيرميبل ممبرين، يعني بيسمح لبعض المواد انها تعدي والبعض الاخر ما بيعديش. الحقيقه البومن كابسول كان بيسمح لحاجات كتيره جدا انها تعدي زي الجلوكوز زي مثلا امينو اسيدز، الحاجات دي كلها كان حجمها كبير. هنا اكشولي احنا بنديزاين السيمي بيرميبل ممبرين دوت بحيث ان هو يسمح للووتر ان هو يعدي، يسمح للموليكيولز اللي احنا عايزين نخرجها انها تعدي زي اليوريا والكرياتينين الحاجات اللي زي كده، يسمح ل يعني طبعا لو احنا سمحنا للموليكيولز كبيره زي كده يبقى بطبيعه الحال هنلاقي ان الصوديوم والبوتاسيوم والكلورين والبايكربونيت الحاجات دي كلها تقدر تعدي برده فريلي. فالحقيقه يعني اهم حاجه ان احنا نكنترول اوبريشن بتاع الجهاز بحيث ان احنا ناخد الحاجه اللي احنا مش عايزينها من الدم نوديها لمحلول تاني كده هنسميه دياليزيت، هنتكلم عليه بالظبط بيتعمل ازاي، وفي نفس الوقت برضو ناخد الاكسس ووتر الموجود عندنا داخل الجسم ونخرجه من خلال السيمي بيرمال ممبرين برضو يروح للايه المحلول اللي احنا بنسميه دياليزيت. فوظيفه الجهاز الكلى الصناعيه ان هو اول حاجه يعمل الدياليزيت، وتاني حاجه يكنترول الحاجه اللي بتحصل بين البلاد وبين الدياليزيت اللي هو الفلو اوف مولكيولز سواء كانت ووتر او سواء كانت ويست ميتابولايت مولكيولز بين التو كومبارتمنتس. نفهم بقى اول حاجه الفيزيكس اللي لها علاقه بالاوبريشن بتاع جهاز الكلى الصناعي.
اول حاجه في عندنا حاجه اسمها براونيان موشن. براونيان موشن دي هي عباره عن راندوم موشن اوف اي بارتيكلز، اي بارتيكلز في اي مكان. يعني بنتكلم مثلا على البارتيكلز بتاعت مثلا المولكيولز بتاعت الغازات اللي موجوده في الهواء دي بتتحرك بالبراونيان موشن. براونيان موشن زي ما احنا شايفينها كده، الحركه اللي احنا يعني حركه عشوائيه بيكون فيها ميزتين الحقيقه. ان اول حاجه المين فيلوسيتي بتساوي صفر، يعني معنى كده البارتيكل نفسه بيتحرك بطريقه راندم، بحيث ان فرصه ان هو يمشي يمين زي فرصه ان هو يمشي شمال، فرصه ان يمشي فوق زي فرصه ان هو يمشي تحت، ففي الاخر المين فيلوسيتي بتاعته تبقى زيرو. بس النتيجه اللي هو بيتحرك، لو احنا خدنا السكوير بتاع الفيلوسيتي اللي هي المين سكوير بقى، لو احنا خدنا الافريج بتاع السكوير بتاع الفيلوسيتي طبعا هيكون كله بوزيتيف، فمعنى كده لما نقاد الكلام ده هيطلع لنا رقم. فالمين فيلوسيتي اكشوالي بيبقى لا يساوي صفر. واكشوالي في علاقه مهمه جدا، ودي حاجه علاقه ثابته لاي نوع من انواع البارتيكلز، بتقول لنا ان الكاينتيك انرجي بتاعه البارتيكلز اي بارتيكل بيعتمد على التمبرتشر ويعتمد على الماس بتاعه البارتيكل دوت بالعلاقه دي. العلاقه دي بتربطهم ببعض، التمبرتشر تي والماس ام بتربطهم ببعض الكي بي اللي هي البولتسمان كونستانت. فبنلاقي ان احنا عندنا لو بنتكلم على حركه مثلا البارتيكل زي الهيدروجين مثلا، الهيدروجين مولكيولز، هنلاقي ان حركتها لو حسبناها من الايكويشن دي المولكيولر ويت بتاعها يعني 2، وبنتكلم على الماس بتاعها ان هو بالرقم ده ات روم تمبرتشر، بنلاقي ان السرعه بتاعتها السرعه اللي هي الفي ار ام اس اللي هي يعني الافرج المين سكوير فيلوسيتي بتاعتنا 1940 متر بير سكند، رقم كبير جدا طبعا. لو احنا مشينا بقى للجلوكوز مثلا هنلاقي ان هو بقى اقل بكتير، بنتكلم على 200، بنتكلم مثلا على هيموجلوبين اقل كمان عشان طبعا حجمه بيبقى كبير، الماس بتاعته زي ما احنا شايفين كده الماس هنا موجوده تحت، فمعنى كده ان هي كل ما الماس كبرت كل ما السرعه بقت ابطا، مين سكوير فيلوسيتي هي الرقم ده. لما بنشوف بقى الحاجات اللي هي الاكبر زي الفيروسز والحاجات دي كلها طبعا بتبقى السرعات ابطا وابطا. النقطه ان البراونيان موشن دي هي اساس حاجه مهمه جدا هنتكلم عليها دلوقتي حالا، حاجه بنسميها الديفيوجن. الديفيوجن هي بيسكلي هي الحاجه اللي بتحصل بتخلي البارتيكلز بتاعت واحده من السوليوتس اللي موجوده عندنا في كومبارتمنت تتنقل للناحيه الثانيه. يعني على سبيل المثال انا عندي هنا في الكومبارتمنت مثلا اللي فيه الدم في عندي تركيز عالي لواحد من السوليوتس، يعني عندنا مثلا اكيد التركيز بتاع الذرات او المولكيولز بتاعت مثلا اليوريا اكتر بكتير جدا من المحلول اللي احنا بنحطه الناحيه الثانيه ده. احنا بنحط هنا محلول ما بيبقاش فيه اي حاجه خالص لا علاقه بالمواد الضاره اللي موجوده في الجسم، يعني بيبقى اكنه فريش ووتر مثلا، اوكي اكنه كده، بس طبعا بنحط عليه املاح ثانيه زي ما هنتكلم بعد شويه. فهنا اكشوالي تركيز كبير وهنا تركيز زيرو، فالذرات بطبيعتها بتمشي ببراونيان موشن بالشكل ده كده بتحاول تنتشر. لو عندنا هنا سيمي بيرميبل ميمبرين يسمح بمرور الذرات دي، يبقى معنى كده الذرات بتبتدي في الاول خالص تركيزها كبير في واحده من الكومبارتمنتس، وبالحركه العشوائيه بتاعتها بالبراونيان موشن بتوصل في الاخر ان هي تبقى موجوده في الاثنين بشكل متساوي، وينتهي الديفيوجن او ينتهي التخلل بتاع الماده دي او بتاع المولكيول دوت لما يكون حصل بالانس بين الطرفين. فاول قانون اكشوالي له علاقه بالديفيوجن، وده الحقيقه اللي بيحدد لنا بالظبط ايه اللي بيحصل في الكليرنس او الازاله بتاعه المواد الضاره، هي ان النت فلو اللي هو بيمشي هنا ده كده، النت فلو اللي هو بين التو كومبارتمنتس دول بيعتمد على الكونسنتريشن جريدينت. يعني لو بتكلم مثلا على الدم وبتكلم على الدياليزيت، لو انا عندي كونسنتريشن جريدينت بين الاثنين دول كان كبير، يبقى معنى كده الفلو بتاع المواد الضاره من هنا لهنا هيبقى فعلا يعني الريت بتاعه اعلى ما يمكن، وبالتالي هو ده الحاجه اللي انا عاوزها عشان تشيل لي المواد الضاره اللي موجوده عندي في الجسم. الحقيقه ده التكنيك اللي هو ديفيوجن دوت، هو ده اللي احنا بنستعمله علشان نشيل بيه الاملاح الضاره زي اليوريا والكرياتينين والحاجات اللي زي كده من الجسم. يعني بيسكلي زي ما احنا شايفين كده هو ده تكنيك باسيف. باسيف معناها ان هو ما بيحتاجش انرجي، يعني انا مجرد بس بحط الدم وقصاده دياليزيت هو بيتم بطريقه طبيعيه بين الطرفين، اوكي. فانا مهمتي ان انا اكيب يعني اخلي الدياليزيت في الناحيه الثانيه دي الكونسنتريشن بتاعه اقل ما يمكن، يخلي الكونسنتريشن بتاعه دايما يبقى صفر، يعني بمعنى ان انا احطه واخليه مثلا يحصل فيه فلو بحيث دايما يبقى الناحيه الثانيه اللي قصاد الدم يبقى الكونسنتريشن فيها صفر، علشان فعلا يبتدي يحصل ديبليشن او يبتدي يحصل كليرنس للمواد الضاره من الدم شويه بشويه. فدي الطريقه اللي بشيل بيها المواد الضاره من الدم
للدايليزيت من خلال الممبرين اللي انا حاطه في النص ده. فبيسكلي احنا عندنا طبعا ممبرين ممكن ان احنا نخلي الدم يمشي، يعني عشان يبقى فيه فلو للدم. طبعا ما ينفعش ان احط الدم كده بشكل ستاجننت، ما ينفعش ان انا اخليه واقف في مكانه، لازم اخليه يتحرك. فانا ممكن يبقى في عندي سيستم، يبقى في حاجه اسمها كو كارنت ترانسبورت، يبقى عندي الدم ماشي في الاتجاه ده والناحيه الثانيه الدايليزيت ماشي في نفس الاتجاه. وفي عندي تكنيك تاني ممكن يبقى الاثنين ماشيين عكس بعض، بسميه كاونتر كارنت ترانسبورت. الحقيقه الناس لقت ان الافشنسي بتاعت الكاونتر كارنت ترانسبورت افضل بكتير من الكو كارنت ترانسبورت. فغالبا في كل الهيمو دياليسيس سيستمز بيبقى الدايركشن بتاع الفلو بتاع الدم بيبقى عكس الدايركشن بتاع الفلو بتاع الدياليزيت في الناحيه الثانيه من الفلتر. المشكله عندنا في الجهاز الهيمو دياليسيس ان هو محتاجين ان احنا نشيل الميه كمان، مش بس نشيل الاملاح. المشكله في الميه ان هي لو احنا بنتكلم على وضع طبيعي، عندنا مثلا ماده مركزه في الاتجاه ده كده وعندي بيور ووتر في الاتجاه الثاني، هنلاقي في الديفيوجن بيلاقي اكن عندي هنا الماده دي او الجزء اللي هو البيور ووتر ده تركيز الميه فيه اكتر من تركيز الميه في الكونسنتريت. الكونسنتريت فيه املاح مع الميه، فبالتالي لو تخيلت دلوقتي بدل ما اتخيل تركيز الملح في الميه، لا انا بتخيل تركيز الملح في المحلول الملحي، تركيز الميه في المحلول الملحي. فتركيز المياه في المحلول الملحي هو اقل من تركيز المياه في البيور ووتر اكيد، فبالتالي بيحصل نت فلو بالديفيوجن من البيور ووتر للايه للكونسنتريت. ده يعمل لي مشكله ان انا لو انا بتكلم على الدم تركيز المواد فيه اكيد اكتر، يعني تركيز المواد الضاره فيه اكيد اكتر من التركيز بتاع المواد دي في الدايليزيت الناحيه الثانيه. فبالتالي لو سبت الديفيوجن هو اللي يتحكم في البروسيس دي، هلاقي ان انا بقى في عندي بدل ما انا بشيل ميه من الجسم بتاع المريض، انا دلوقتي بضيف ميه لجسم المريض، ودي حاجه الحقيقه مش عايزينها خالص، دي حاجه عكس اللي احنا عايزينه تمام. فبالتالي احنا بنحاول نعمل حاجه عكس كده، بنحاول نعمل حاجه بيسكلي طبعا الحاجه اللي بتحصل دي اللي هي الفلو اوف ووتر ده ساعات الناس بتسميه اوزموسس، على اساس ان احنا بنتكلم على ان الميه هي اللي بيحصل لها فلو مش الاملاح. الحاجه اللي تعكس الكلام ده حاجه بنسميها الريفرس اوسموسيس. الريفرس اوسموسيس احنا اللي بنحصل عندنا هنا ان احنا بنحط بريشر على الناحيه دي، لو حطينا بريشر الناحيه دي بيضغط على الميه بحيث انها تعدي من هنا. لو الممبرين ده ما يسمحش للاملاح للحاجات اللي هي الكبيره مثلا زي السيلز وزي الهيموجلوبين وزي الحاجات اللي هي الكونسنتريشنز اللي هي اللي موجوده في الجسم، اللي هي البروتينات اللي موجوده في الجسم اللي هي ما تقدرش تعدي من خلال الممبرين، لو حطيت بريشر هنا هيخلي الميه هي اللي تعدي وتفضل السيلز زي ما هي موجوده هنا، فبالتالي نقدر نشيل الميه فعلا بالطريقه دي. المشكله في الابروتش دوت ده ينفع نعمله زي مثلا ما نتكلم بعد شويه في الووتر تريتمنت، بس ما ينفعش نعمله في الدم لسبب بسيط جدا، ان احنا ما نقدرش نضغط الدم بالشكل ده كده. فالحاجه اللي هنلاقي ان احنا نقدر نعملها ان احنا بدل ما نحط هنا في الجانب ده نحط بوزيتيف بريشر، ممكن احنا نعمل حاجه تحط لنا نيجاتيف بريشر من الناحيه دي بحيث انها تشفط الايه تشفط الميه من الناحيه الثانيه. انا لو حطيت هنا بوزيتيف بريشر او حطيت هنا نيجاتيف بريشر في الاخر هيعمل لي نفس الافكت بالظبط. فده اللي في الاخر بنسميه الترا فلتريشن. الالترا فلتريشن ما يشتغلش الا لو كان عندي انرجي، يعني لازم يكون في عندي نيجاتيف بريشر هنا علشان يمتص الميه من الدم يوديها للدياليزيت. يعني بمعنى الجزء اللي احنا اتكلمنا عليه في الاول اللي هو كان مبني على الديفيوجن، الجزء دوت كان مش محتاج اي انرجي خالص، احنا كنا بنحط البلاد قصاد الدياليزيت وخلاص وده سيت، هم بعد كده بيبتدوا يعملوا اكسشينج مع بعض وخلاص وخلصوا البروسيس لوحديهم. هنا لا، هنا احنا محتاجين ان احنا نحط انرجي، نحط نيجاتيف بريشر عشان نسحب الميه اللي احنا محتاجين نشيلها من الجسم بطريقه اكتيف مش بطريقه باسيف. نتكلم بقى دلوقتي على مكونات الجهاز نفسها. البيسيكلي احنا فهمنا ان احنا عندنا تو بروسيسز لازم يحصلوا، البروسيس بتاعت الديفيوجن والبروسيس بتاعت الالترا فلتريشن، واحده فيهم بتشيل الاملاح واحده فيهم بتشيل الميه. عشان نعمل الكلام ده احنا محتاجين ان احنا يبقى في عندنا محلول بنسميه دايليزيت يبقى موجود قصاد الميه قصاد الدم في ناحيه من في كل واحد فيهم في ناحيه من نواحي فلتر معين او ممبرين معين موجود بشكل يعني يسمح ان يحصل اكسشينج بتوين الاثنين.
فبيبقى في عندنا براكتيكالي في اي جهاز هيموداياليسيس في عندنا جزئين منفصلين تماما. الجزء الاول هو بنسميه دايليزيت سيركت، مهمتها ان هي تكون الدايليزيت من يعني بتركيز معين وتخليه بعد كده سيفلي ان كونتاكت مع الدم من خلال حاجه بنسميها دايلايزر. الدايلايزر ده هو ده الفلتر، هو ده الحاجه اللي احنا بنحط فيها الدم في ناحيه ونحط فيها الدايليزيت في الناحيه الثانيه. الجزء الثاني هو بنسميه البلاد سيركت، هي اللي بتاخد الدم من البيشنت وتمشيه في الدايلايزر عشان يبقى ان كونتاكت مع الدايليزيت بشكل سيف برضو، وفي الاخر ترجعه برضو بشكل امن للبيشنت. فاحنا هنحاول بقى نتكلم دلوقتي على المكونات بتاعه الجهاز واحد واحد عشان نفهم ايه اللي بيحصل بالظبط. فنتكلم جنرالي كده ايه اللي بيحصل، وبعد كده نتكلم على بعض التفاصيل عن كل مكون لوحده. ففي الاول خالص طبعا احنا لما نيجي نحط اي حاجه ان كونتاكت مع الدم لازم نتاكد ان تركيزها هو مش مختلف كتير عن تركيز الدم من ناحيه المواد المهمه اللي موجوده في الدم. على سبيل المثال عندنا الدم في مجموعة أملاح تركيزها بيؤثر كتير جدا على جميع وظائف الجسم، يعني مثلا تركيز الصوديوم، البوتاسيوم، الكلورين، البيكربونات، الحاجات دي كلها يعني مهم جدا 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 إن يكون نفس التركيز اللي موجود عندنا في الدم ما يتغيرش في أثناء عملية الهيموداليسيس. لو اتغير تركيز أي واحدة من الأملاح دي بتبقى في غاية الخطورة. على سبيل المثال لو احنا بنتكلم على مثلا حركة عضلة القلب أو أي عضلة عموما، كنا بنسمع عن حاجه اسمها الصوديوم بوتاسيوم بامب. الصوديوم بوتاسيوم بامب دي هي اللي بتعمل لنا فيسيولوجيكالي بتعمل لنا حركه العضلات، بتتم عن طريق اكسشينج اوف ايونز بتوين الاكسترا سيلولر والانترا سيلولر كومبارتمنتس بتاعت العضله. لو حصل اي تركيز من تركيزات المواد الاملاح مثلا زي الصوديوم او البوتاسيوم اتغير بشكل كبير، بيحصل اكننا بنعمل جامينج او بنعمل اعاقه للعضله ما تقدرش انها تتحرك. وطبعا لو احنا فكرنا ان احنا عندنا اهم عضله في الجسم اللي هي عضله القلب، لو احنا غيرنا التركيز ده بحيث عضله القلب ما قدرتش تشتغل، يبقى احنا كده براكتيكالي عملنا حاجه في يعني كونديشن يبقى فيتال بالنسبه للبيشنت. فمهم جدا ان احنا لما نحط كونسنتريشن للدايليزيت لازم نتاكد ان تركيز الدايليزيت هو نفسه تركيز الدم من حيث المواد الاساسيه اللي زي الصوديوم والبوتاسيوم والكلورين والبيكربونات. على الاقل كل الاملاح اللي هي الاساسيه في الجسم تبقى نفس التركيز بحيث ما يحصلش اكسشينج بتوين الدم وبتوين الدايليزيت بالنسبه للاملاح دي، بحيث ما غيرش تركيزها في الدم. فبالتالي احنا بنحاول نكون نعمل كومبوزيشن للدايليزيت بحيث يكون في الاملاح دي. الحقيقه بيتعمل بشكل يعني مميز جدا في الهيموداياليسيس ان هو بياخد كونسنتريت، بيبقى في عندنا حاجه اسمها اسيد كونسنتريت بيبقى فيها البايكربونات مينلي، وبيبقى في عندنا بايكربونات كونسنتريت بيبقى في عندنا بايكربونات وعندنا يعني بيبقى فيها الاملاح مثلا الصوديوم والحاجات دي كلها. فبيبقى في بيسكلي ببني انا التركيز بتاع الدايليزيت بان احنا نعمل بروبورشننج بتوين كونسنتريت، يعني محلول مركز بيبقى اسيدك ومحلول مركز بيبقى قلوي يا بايكربونات اكتر شويه، وبيسكلي مع الميه بتركيزات مختلفه. وبيسكلي احنا بنتاكد بعد كده ان تركيزهم سليم، بيبقى في عندنا حاجه زي كوندكتيفيتي مونيتور هنا او كونسنتريشن مونيتور، بيبقى في عندنا حاجه زي سنسور كده يقدر يسنس الكونسنتريشن اذا كان سليم ولا لا. وفي نفس الوقت طبعا احنا عندنا اي حاجه تتحط ان كونتاكت مع الدم درجه حرارتها ممكن تفرق مع الدم. يعني معروف ان الدم لو احنا الدم طبعا فيه بروتينز، والبروتينز بطبيعتها لو احنا غيرنا درجه الحراره اكتر من 42 درجه مئويه مثلا هنلاقي يبتدي يحصل تغير في طبيعه البروتينات. زي مثلا لو بنتكلم مثلا زي البيضه مارين ان احنا نسويها، بنلاقي ان احنا لما نحط الحراره يبتدي الجزء الزلال بتاع البيض يبتدي يتغير، يبتدي لونه يبقى مختلف، يبتدي يتغير طبيعته تختلف. نفس الكلام بالنسبه للدم، لو احنا حطينا محلول درجه حرارته مرتفعه ان كونتاكت مع الدم يبقى في غايه الخطوره، ممكن يؤذي المريض بشكل كبير، ممكن ان هو يعمل مشكله كبيره. فاحنا لازم نحط درجه حراره تبقى اولموست نفس درجه حراره الجسم اللي هي تقريبا 37 درجه. وفي نفس الوقت اكشوالي احنا ممكن حد يفكر احنا مش لازم ان احنا نحط درجه حراره الجسم، ممكن نحطها اقل، احنا اهم حاجه ما يكونش اكتر من 42. بس اكشوالي لما بنحط درجه حراره اقل من 35 درجه بيحصل العكس بقى، بيحصل loss of يعني حراره، يعني حراره بتفقد من الدم بتروح للدايليزيت. يعني بمعنى لو انا درجه حراره الدم 37 درجه
ودرجه حراره الدياليزيه 30 درجه مثلا، هيحصل تبريد للدم من خلال عمليه الداليسز. يعني وانا بمشي الدم ان كونتاكت مع الدياليزيت، يبتدي الدم نفسه يبقى درجه حرارته تبقى ابرد. الحقيقه دي بتسبب حاجه كونديشن المريض بيسميه هايبوثيرميا، يعني بنسبب ان احنا نقلل درجه الحراره الداخليه بتاعه الجسم، ودي الحقيقه ما هياش حاجه كويسه، دي حاجه ممكن ان هي برضو تسبب مشاكل للمريض. فاحنا مش عايزين لا ده ولا ده، يعني لازم درجه حراره الدياليزيت تبقى مناسبه او بنفس تقريبا درجه حراره الجسم، بحيث ما يحصلش لا فقد ولا اضافه للحراره بتاعه الدم. طبعا احنا نتاكد يعني قبل ما الدياليزيت، احنا هنا عملنا سخنا الميه اللي هي الداخله، بتبقى طبعا بيوريفايد ووتر، لازم يبقى ميه ما فيهاش اي املاح خالص. طبعا لما احنا بنسخن الميه زي ما احنا عارفين بتدي يبقى فيه بابلز، اير بابلز تبقى موجوده داخل الميه. لازم يبقى فيه عندنا مرحله بتاعه دي ايريتور، دي ايريتور بيشيل الفقاعات الهواء اللي موجوده عندنا، ودي الحقيقه بتتعمل بشكل بسيط. بنعدي الميه في كومبارتمنت يبقى فيها جزء مفرغ من الهواء فوق، يعني في حاجه زي ساكشن او نيجاتيف بريشر فوق الميه، والنيجاتيف بريشر ده بيخلي الفقاعات الهواء يبقى افضل لها ان هي تطلع بره الميه عن انها تفضل جوه الميه، فبالتالي بنتخلص منها ونقدر بعد كده نكمل في الباث بتاع الدياليزيت من غير ما يكون عندنا فقاعات ميه. فقاعات الميه دي الحقيقه بتعمل بعض المشاكل، يعني ممكن هي تسبب بعض المشاكل في السنسورز او تتراكم مثلا داخل الدياليزر فتعمل لنا loss of efficiency، فبنحب دايما ان احنا نشيلها يعني. بعد كده بيبقى في عندنا مرحله ميكسينج، بيبقى في عندنا حاجه اسمها دياليزيت بروبورشنينج سيستم، بياخد يعني ده بيعمل ميكسينج للدياليزيت من كميه ميه محدده لكميه اسيد محدده لكميه بايكربونات محدده، يعني بيعمل تناسب بين الثلاث مكونات دول بحيث يطلع في الاخر هنا كونسنتريشن مظبوط. قبل ما ادخل الدياليز على الدياليزر لازم اتاكد الكونسنتريشن مظبوط واتاكد ان درجه الحراره مظبوطه. بيبقى في عندنا تمبرشر سنسور اللي هو المكتوب عليه تي دوت، بيبقى في عندنا كوندكتيفيتي سنسور او كونسنتريشن سنسور بيسنس برضه الكونسنتريشن ونقدر ان احنا نديتكت بيه اذا كان في عندنا مشكله في الكونسنتريشن ولا لا. لو في اي مشكله في الاثنين دول بنعمل باي باس للدياليزيت دوت، يروح على طول على الدرين ما يخشش جوه الدياليزر. الدياليزر ده هو الجزء اللي بيعمل فيه كونتاكت مع الدم، فلو انا حصل عندي كونتاكت مع الدم بمكونات غلط هيبقى في عندي مشكله خطيره على البيشنت. فدايما بيبقى في عندي حاجه اسمها باي باس فالف بيتفتح لما يكون في عندي مشكله يا اما في الكونسنتريشن يا اما في درجه الحراره. المفروض ان هو يدخل في الدايلايزر يبقى ان كونتاكت مع الدم ويحصل اكسشينج بينهم، وبعد كده بيطلع بعد كده عشان يروح على درين. بس قبل ما يروح على درين بيبقى في عندي هنا سنسور مهم جدا للسيفتي بنسميه بلاد ليك ديتكتور، مهمته ان هو يسنس اذا كان في اي مشكله سببت ان يبقى في دم يدخل داخل الكومبارتمنت بتاع الدايليزيت. احنا هنا بيبقى في عندنا ميمبرين في الجزء بتاع الدايلايزر، في عندي ميمبرين عامل سيبريشن بين الدم والدايليزيت. لو حصل لاي سبب من الاسباب ان في قطع في الممبرين دوت، هيبتدي يبقى في عندنا الدم من هنا يدخل في الدياليزيت، وبالتالي الدم ده ممكن يبقى ديتكتد هنا، بيبقى في عندنا سنسور باسمه بلاد ليك ديتكتور يديتكت البلاد ليك دوت، واول لما يحصل على طول يوقف عمليه الدياليسيس كلها علشان ما يحصلش فقد للدم. الحقيقه اللي بيحصل الاوبريشن اللي بتحصل هنا دي كلها الحقيقه، طبعا لما بنتكلم على ان في هنا عندنا دياليزيت ماشي في الدايركشن ده كده، لازم يبقى في عندنا بامب تعمل الكلام ده. فالحقيقه بنحط الدياليزيت بامب في المكان دوت، لان هي الميزه بتاعتها لما نحطها في المكان دوت ان هي بتعمل الفلو دوت، بتدرايف الفلو اللي موجود هنا، وفي الوقت نفسه اكشوالي ممكن بيها نعمل نيجاتيف بريشر يشد لنا الميه اللي احنا كنا بنتكلم عليها في الالترا فلتريشن من الدياليزر، من خلال الدياليزر تجيبها لنا من الدم تروح للدياليزيت. فهو هنا اكشوالي دياليزيت بامب بتعمل نيجاتيف بريشر، النيجاتيف بريشر اللي احنا محتاجينه في الالترا فلتريشن علشان نعمل ريموفال للووتر، كميه الووتر اللي احنا محتاجينها من الجسم. الجانب الاخر من جهاز الهيموداليسيز هو البلاد كومبارتمنت او بلاد سيركت. بلاد سيركت دي هدفها ان هي تاخد الدم من البيشنت من خلال نيدل، ويبقى في عندي حاجه تسمح لي ان انا اعمل بامبنج للدم واضيف له هيبرين علشان ما يحصلوش كواجيليشن، وبعد كده ادخله يبقى ان كونتاكت مع الممبرين اللي هو الناحيه الثانيه فيه بيبقى فيه دياليزيت. طبعا النقطه ان احنا يعني الحاجه اللي هي بتجيب لنا الدم اللي بتدخل الدم لجهاز الهيموداليسيس بسميها الارتيريال بلاد لاين. دي مش معناها ان انا باخدها من ارتري،
دي اكشولي انا بتخيل جهاز الكلى الصناعيه ان هو زي الكلى الطبيعيه، بيدخل له ارتري ويخرج منه فين. فالباث او الدم اللي داخل للجهاز الهيموداياليسيس بسميه ارتيريال بلاد لاين، واللي خارج بسميه الفينس بلاد لاين. فعشان كده هنلاقي بيسكلي ان الحاجات اللي هي يعني هنشوفها في جهاز الهيموداياليسيس، ان الارتيريال بريشر اللي هو البريشر بتاع الجزء اللي هنا دوت بيبقى اقل من الفينس بريشر، لان احنا هنا عايزين نحط نيجاتيف بريشر، يعني البريشر هنا يبقى اقل من البريشر اللي موجود عندنا في الجسم عشان يسمح ان احنا نسحب الدم من الجسم. وهنا احنا محتاجين البريشر يبقى اعلى شويه من البريشر الموجود عندنا في الجسم عشان يقدر يدخل الدم داخل الجسم. فبالتالي احنا بناخد الدم ونعمل له بامبنج بشكل سيف، ونضيف له هيبرين. هيبرين ده ماده بتمنع تجلط الدم، كواجوليشن، انتي كواجولانت، وندخلها بعد كده عشان تعمل اكسشينج للاملاح والميه مع الدياليزيت. وبعد كده عايز ارجعها للجسم، عشان ارجعها للجسم بشكل سيف لازم اتاكد ان انا ما يبقاش فيها اي اير بابلز. طبعا اي فلويد بيمشي يعني بيعمل فلو ممكن يحصل يبتدي يتكون فيه اير بابلز. لو حصل عندنا ان احنا بقى في عندنا اير بابل سايز بتاعها 1 سي سي بيبقى عندي مشكله، ممكن تعمل خطوره على حياه المريض. فلازم اتاكد ان مفيش اي اير بابلز، يعني بتكلم على الاير بابلز اللي هي حجمها ممكن يكون 1 سي سي 1 سنتيمتر سكوير كفوليوم، او عندي فوم اللي هو بابل صغيره جنب بعض متجمعه مع بعض ممكن يبقى الحجم بتاعها 2 سي سي. في كل الاحوال لازم امنع دول خالص ان هم يدخلوا داخل الجسم. فالاير ديتكتور هنا بيديتكت اذا كان في اير بابلز، واذا كان في اير بابلز بيعمل حاجه اسمها لاين كلامب، يعني بيستعمل حاجه اسمها لاين كلامب عشان يقفل الخط ده خالص، يقفل الجزء ده تماما علشان ما يمنع الدم من يدخل الجسم لغايه لما الاير ده يتم يعني سحبه بشكل ما. بيبقى في عندنا واحده من السيفتي ديفايسز الموجود عندنا، بيبقى في عندنا بريشر سنسور هنا عشان يتاكد ان الجزء دوت اللي هي البلاد سيركت كلها يعني كلها بريشرايزد، يعني كلها بيسكلي البريشر فيها مرتفع بشكل معين. يعني انا هنا بعمل بامب فمعنى كده البريشر هنا هيكون مرتفع. لو حصل اي ديسكونكشن، لو طبعا الكلام ده كله بنشوفه طبعا ان هو عباره عن تيوبس يعني بلاستيك تيوبس زي ما هنشوف بعد شويه، لو حصل فيها اي ديسكونكشن، حصل فيها رابشر لاي سبب من الاسباب، معنى كده ان الدم ده هيفقد. بس اكشولي لو حصل حاجه زي كده البريشر اللي موجود طبعا هيدروب، هيحصل ان هو يدروب، يبقى هو نفسه الاتموسفيريك بريشر. فمعنى كده البريشر سنسور ده يقدر يديتكت لو في عندي اي مشكله في الانتجريتي بتاعه البلاد سيركت. وطبعا لو في عندي مشكله اي حاجه يعني حصل فيها ديسكونكشن او اي حاجه حصل فيها اكسبوجر للدم للجو الخارجي طبعا بيبقى في غايه الخطوره، علشان ممكن يحصل فقد للدم وممكن يحصل تلوث للدم من الميكروبات اللي ممكن تدخل من خلال الفتحه دي. فهم الاثنين الحقيقه بيعملوا يعني تشيك على الدم قبل ما يرجع للبيشنت بحيث اتاكد ان هو داخل بشكل سيف. بنتكلم بقى على الاكستراكوربوريال بلاد سيركت، نتكلم عليها بتفاصيل ايه اللي بيحصل فيها. الحقيقه لازم يبقى في عندنا حاجه بنسميها الاكسس ديفايس. اكسس ديفايس هي النيدل بيسكلي، يعني هي ممكن تبقى من نفس الفين، هو جزء باخد منه وجزء برجع فيه. مش لازم ان انا ما فيش حاجه اسمها انا باخد من ارتي وارجع لفين، لا احنا بناخد من فين بس، يعني الجزء اللي داخل للهيموداليسيس بسميه الارتيريال سايد، والجزء اللي راجع بسميه الفينس سايد. فبيسكلي بيبقى طبعا الكلام ده بيحصل من خلال نيدلز. وطبعا احنا بنتكلم على الدم من اخطر المكونات اللي موجوده عندنا في الجسم من ناحيه العدوى. التعرض ليه يعني لو في اي اشخاص تعرضوا للدم بيبقى طبعا في غايه الخطوره، اي عدوى ولا حاجه بتنتقل في غايه السهوله من الدم. فبيبقى في عندنا الحقيقه مشكله لو احنا عملنا الجهاز بحيث الدم يمشي في تيوبس تبقى ثابته داخل الجهاز. فالناس لقت ان اسهل حاجه ان يبقى في عندنا الدم ماشي في ديسبوزابل تيوبس، والديسبوزابل تيوبس دي تبقى شفافه بالشكل ده كده، بحيث حتى نبقى شايفين الدم اذا كان في اي مشكله يعني موجوده في الدم او اي حاجه حصلت في التيوبس، اي انسداد او اي حاجه زي كده تبقى ظاهره على طول من الخارج. والحقيقه زي ما هنشوف الكلام ده كله بيركب كمان في واجهه الجهاز، ما بيركبش داخل الجهاز، بحيث يبقى احنا شايفين بعينينا الدم من اول لما يخرج من البيشنت لغايه لما يرجع تاني، بحيث نقدر نتابع اي مشكله تحصل وما يبقاش في اي ديلي في ان احنا نتعامل معها. المشكله الثانيه هي ان احنا البامبنج بتاع الدم بيبقى فيه مشكله، ان هو لو احنا استعملنا الريجولر بامب اللي هي اللي بنسميها البيستون بامب اللي بتبقى لها زي كباس كده بتعمل بريشر بي على الفلويدز، ده بيعمل لنا مشكله في الدم ان هو بيكسر الخلايا. ولما بيكسر الخلايا طبعا ممكن المريض دوت يعني تكسير الخلايا بنسميه هيموليسيس،
وطبعا بيعمل انيميا بالنسبه للشخص اللي بيعمل الدايليسيس ده لو حصل يعني. فما ينفعش النوعيات البامبس دي انها تبقى موجوده. بالاضافه للحاجه الثانيه المهمه، ان هي لو انا هعمل بيستون بامب يبقى معنى كده البيستون نفسه او الكباس نفسه لازم يبقى ان كونتاكت مع الدم. فانا عندي مشكله ان انا يبقى في عندي اي مكونات ان كونتاكت مع الدم، لان الديز انفكشن بتاعها والستيريلايزيشن بتاعها بعد كده يبقى في غايه الصعوبه. فمعنى كده ان انا فعليا ما اقدرش استعمل بيستون بامب عشان السببين دول، عشان الهيموليسيز وعشان الكروس انفكشن. فالحقيقه الناس اكتشفت او كان في عندنا نوع من انواع البامبس موجود اللي هو البريستالتيك بامبس، اللي هو بيسكلي بيفعص الفلويد بالشكل ده كده، بيبقى في عندي هنا هيد، والهيد دي بتمشي على تيوب، يعني الدم بيبقى ماشي في التيوب الخارجيه دي، ما هواش ان كونتاكت مع الهيد دي، والهيد دي بتمشي زي مثلا زي ما اكنها معجون السنان كده مثلا، بنفعص من هنا كده ويفضل ماشي لغايه لما يخرج يعني جزء بجزء. اوكي، فالميزه بتاعت ده الحقيقه ان هو مينيمال هيموليسيس، يعني ما بيكسرش الدم خالص، وفي نفس الوقت ما بيعملش اي كونتاكت مع الدم نفسه، فبالتالي استعماله فيري سيف، مش محتاجين ان احنا نعمل له ديس انفكشن. فطبعا الميزتين دول الحقيقه بنحتاجهم علشان نقدر نستعمل الجهاز ده بشكل افكتيف، ويبقى ايه، ما يبقاش فيه اي مشكله بالنسبه للسيفتي او بالنسبه للكروس انفكشن بالنسبه للمريض. بالنسبه للجزء اللي هو في الداليزيت كومبوزيشن، اول مرحله خالص شفنا ان احنا لازم يبقى في عندنا بيوريفايد ووتر. البيوريفايد ووتر ده بيبقى الحقيقه في غايه الصعوبه ان احنا نوصل له الحقيقه. لو احنا بنتكلم على التاب ووتر اللي هو الووتر اللي جاي من الصنبور او جاي من المياه المعدنيه او وات ايفر، تركيز الاملاح فيه الحقيقه عالي جدا جدا جدا. احنا بنتكلم على بالنسبه للووتر تريتمنت يونت، الحاجه اللي احنا نقبلها بالنسبه لجهاز الهيموداليسيس، الميه اللي احنا نقبلها عشان تدخل لجهاز الهيموداليسيس عشان نكون منها الدايليزيت، لازم يكون فيها التركيزات بالشكل اللي احنا شايفينه هنا ده كده. تركيزات مينيموم، حاجات صغيره جدا، تريس اماونتس، يعني بنتكلم على حاجات اولموست اكنها زيرو 0%. فبالتالي لازم يبقى في عندنا طريقه ان احنا نوصل الميه تبقى بالشكل ده، وده الحقيقه بنوصل له. يعني لو احنا ما وصلناهوش اكشلي بيبقى في عندنا مشاكل، بيبقى في عندنا بيسك، لو في عندنا كونتامينيشن مثلا الومنيوم او كالسيوم او كبر وات ايفر، اي واحده من المواد دي هتلاقي على طول في مشاكل، في امراض ساينز وسيمتومز تبتدي تبقى موجوده عند المريض، يبتدي يحصل حاجات مثلا زي نوجيا، زي الشخص يبقى عايز يرجع، يبقى عاوز يعني يبقى حاسس ان هو مثلا بردان، يبقى حاسس ان هو بعد شويه ممكن مثلا بعض الحاجات، يعني المرضى تحس ان هو بعد ما يعمل الهيموداليسيس كذا مره يبقى عنده انيميا من غير سبب. يعني في بعض الحاجات ممكن تعمل سيجر، بعض الحاجات تبقى في غايه الخطوره اكشن، ممكن يبقى فيها خطوره على حياه المريض. فلازم لو نوصل الميه تبقى بالكونسنتريشن اللي هو اولموست زيرو بالنسبه لكل الاملاح اللي هي اللي موجوده فيها. ده بيتم الحقيقه عن طريق حاجه، مرحله بنسميها الووتر تريتمنت يونت، دي عاده بتبقى موجوده في المستشفى مثلا، حاجه سنترال، وبناخد منها بعد كده بتودي لل هو الورد بتاع الهيموداليسيس، بحيث انها تبقى تسبلاي كل الاجهزه. فبيبقى فيها كذا مرحله الحقيقه. اول مرحله بنسميها المالتي ميديا فلتر. المالتي ميديا فلتر بتبقى عباره عن مجموعه يعني مواد كده، بيسكلي هي هدفها ان هي بنمشي من خلالها الميه، وبيسكلي لو في اي عوالق في الميه، اي مثلا حاجات صدأ مثلا، في عندنا بعض الحاجات مثلا التراب، حاجات اللي زي كده، الحاجات الكبيره شويه اللي موجوده في الميه تقدر تعملها ترابنج وما تطلعش منها. اوكي، فاول مرحله هي زي الفلتر اللي احنا بنستعمله في المنازل، ما هواش مختلف كتير، بس ده مش كافي طبعا. احنا دلوقتي بنتكلم على الحاجات اللي هي يعني كبيره، حجمها كبير. احنا دلوقتي عايزين نتكلم بقى على الليفل بتاع المولكيولز او الليفل بتاع الايونز نفسها. فالحقيقه نلاقي المرحله الثانيه تبتدي تعمل الكلام ده بقى. طبعا في احوال كتيره الماء اللي بيبقى داخل بيبقى ساعات كتير بيبقى ماء عسر، مش ماء العادي اللي هو مثلا بنقدر نستعمله مثلا في البيوت مثلا ويخلي الصابون يشتغل وحاجات زي كده. فلقت الناس الحقيقه ان يبقى في عندنا يعني مرحله كده ان هو يعمل ووتر سوفتنينج، يعني يزود، يعني بياخد الحاجات المولكيولز اللي زي او الايونز اللي زي الكالسيوم والمغنيزيوم ويريبليس ذم بصوديوم. يعني اي حاجه بتبقى بيسكلي اللي هو بنسميها دبل فالنت ايون، يعني بيبقى في عندنا مثلا كالسيوم بيبقى فيه بلس 2 والمغنيزيوم بيبقى بلس 2، احنا عايزين نعمل حاجه تعمل اكسشينج، يبقى في عندنا مواد كيميائيه تعمل تفاعل بحيث ان هي تريبليس كل واحده من ذرات المغنيزيوم وكل واحده من ذرات الكالسيوم بذره صوديوم، بحيث ان الميه تبقى ما هياش بقت ماء عسر خلاص.
اوكي. فدي مرحله الحقيقه ممكن يبقى شكلها ملهاش لازمه، بس اكشوالي بتفرق بعد كده في اخر مرحله اللي هي اهم مرحله، هي مرحله الريفرس اوسموسيس اللي هي بيتشال فيها كل الايونز خالص. لو احنا ما عملناش مرحله الووتر سوفتنج دي بيحصل مشاكل في مرحله الريفرس اوسموسيس، بتلاقي ان في بعض الترسبات تحصل على الممبرين اللي بتستعمله في الريفرس اوسموسيس. فاكشوالي دي واحده من المراحل المهمه انها تكون موجوده في يعني قبل مرحله الريفرس اوسموسيس. المرحله اللي بعد كده بيبقى في عندنا كربون فلترز، دي حقيقه برضو بتستعمل في البيوت، برضو في المنازل ممكن تستعمل برضو في احوال كتيره. بيبقى فيها مرحلتين كربون فلترز، الحقيقه دول هدفهم ان هم برضو يشيلوا بعض المواد اللي موجوده عندنا في اللي هي الميه. والحقيقه برضو دي بيحصل بقى ادزوربشن، يعني بيحصل يعني مثلا حاجه زي الكلورين مثلا، الكلورين ده هو بيستعمل عاده عشان ينقي الميه في محطات المياه مثلا. فميزه الكربون فلتر ان هو بيبقى فيه يعني نسميه حاجه اسمها اكتف كربون، او يعني نوع من انواع الاكتف كربون، بيبقى عباره عن كربون معمول بشكل ان هو يكون فيه فجوات، الفجوات دي بتعمل ترابنج لذرات او المولكيولز بتاعت الكلورين. فبالتالي بعد المرحله دي احنا بنتخلص من الكلورين، وبالتالي برضه لما نيجي على مرحله الريفرس اوسموسيس اللي هي المرحله الاخيره خالص، هنلاقي اكشوالي ان احنا عندنا الموضوع بقى ابسط بكتير. من غير المراحل دي الحقيقه بيبقى في عندنا الكلورين او الحاجات زي المغنيسيوم والكالسيوم والحاجات دي كلها بتعمل لنا مشاكل في يعني بيحتاج مينتنس كتيره للمرحله بتاعه الريفرس اوسموسيس. الريفرس اوسموسيس بيسك ده بيعمل بريشر بقى على الميه، والبريشر ده بيخلي الميه تبقى اجينست سيرتن يعني ميمبرين او سيرتن فلتر، الفلتر ده ما يسمحش لاي حاجه غير الميه بس ان هي تعدي. بمعنى ان هي كل الذرات اللي هي الكبيره، طبعا الميه بالمولكيول بتاعها بيبقى صغير جدا لان الهيدروجين بيبقى صغير، يعني كمولكيول يعتبر اصغر من الحاجات التانيه، فهو بيسكلي ما بيسمحش لبقيه المولكيولز انها تعدي، بقيه المواد الاخرى الايونز التانيه ما بتعديش. فبالتالي بعد مرحله الريفرس اوسموسيس انا فعلا بقى عندي بيوريفايد ووتر، ووتر من غير املاح تقريبا خالص، او لو كان في املاح هتبقى تريس اماونتس، يعني بمعنى كميات ضئيله جدا جدا جدا. المرحله اللي بعد كده ابتديت دلوقتي بالبيوريفايد ووتر، عاوز بقى بعد كده ازود عليه يعني محلول ملحي او مجموعه املاح علشان توصل لي للكونسنتريشنز اللي هي متعارف عليها انها موجوده في البلازما. فهو الدياليزيت عموما هو ايزوتونيك سوليوشن، ايزوتونيك معناها ان هو نفس الكونسنتريشن بتاع البلازما. الاوزمولاريتي بتاعته بنتكلم على حاجه يعني 300 بلس ماينس 20 يعني اوزمول بير لتر، وبنتكلم على يعني لو احنا عملنا حاجه مختلفه، لو الكونسنتريشن مختلف الحقيقه بيحصل، لو الاوزمولاريتي اختلفت هنلاقي ان احنا عندنا مشكله برضو ان يحصل ريد بلاد سيل ديستركشن، يعني كرات الدم الحمراء بتتكسر لما يكون عندنا المحلول بيبقى التركيز بتاعه اعلى او اقل من كده. فبالتالي احنا محتاجين ان احنا عايزين الاوزمولاريتي تبقى فيري كلوز تو ذا بلازما ليفل. من الحاجات المهمه برضو الدياليزيت لازم البي اتش بتاعته تبقى في الرينج بتاع 6.9 ل 7.6، البلازما تبقى حوالي 7.4. لو احنا خرجنا بره الرينج ده برضو ممكن تحصل مشكله. طبعا احنا عندنا مشكله ان احنا لو في عندنا اي يعني حمضيه في الدم تبقى في غايه الخطوره، لو عندي قلوي في الدم برضو تبقى في غايه الخطوره. فبالتالي احنا بنتكلم على الكونسنتريشن زي ما احنا شايفين كده بين الدياليزيت والدم بتبقى اولموست نفس الحاجه بالظبط. الحقيقه ده بيتعامل من ان احنا يكون في عندنا زي ما احنا اتفقنا بيبقى في عندنا يعني تو جيري كانز كده، يعني يعني محلولين مركزين من الـ الاملاح اللي هي بتبقى واحده فيهم بتبقى بايكربونيت وواحده بتبقى اسيدك. وبيسكلي هي الميزه بتاعتهم ان هم لو احنا حطيناهم الاثنين مع بعض بيحصل ترسبات للاملاح في قاع المحلول، انما لما بنعملهم ميكسنج واحنا بنحتاجهم واحنا بنستعملهم الحقيقه ده بيخلي ان الترسبات دي بتبقى اقل ما يمكن. فبالتالي بيبقى ده افضل حاجه احنا ممكن نعملها. وطبعا ممكن نفكر كده احنا ليه ما بنكونش جايبين الكونسنتريشنز جاهزه على طول من مكان سنترال، يعني ممكن بدل ما احنا نجيب الكميه اللي احنا يعني نجيب مثلا الكونسنتريت ونبتدي بعد كده نخففها بميه، ليه ما بنجيبهاش على طول جاهزه؟ مش محتاجين ان احنا نخفف ولا حاجه. الحقيقه اللي بيحصل ان احنا عندنا بنحتاج عاده في الدايلس سيشن بنحتاج اولموست 250 لتر من المحلول بتاع الدايلزيت دوت. 250 لتر يعني بنتكلم على وزنه بيبقى حوالي ربع طن. ربع طن ده عشان انقله كدواء، يعني ده احنا بنتكلم على الحاجات دي ان هي ادويه، ما هياش حاجه كده بنشتريها من السوبر ماركت، لا ده حاجه ده اتس دراج، يعني بمعنى ان احنا ده ريجوليتد زيه زي الادويه بالظبط. فمعنى كده ان احنا لو احنا هنحتاج لكل بيشنت كونتينر
ربع طن جنبه علشان ياخد منه، دي حاجه صعبه جدا في النقل وفي الـ وفي الـ في الـ يعني ان احنا يعني يبقى في عندنا كذا بيشنت حتى في المكان في السبيس والحاجات دي كلها. طبعا يعني الافضل يبقى في عندنا تو كونسنتريتس بالشكل ده كده، ويبقى في عندنا بقى سورس اوف ووتر، يبقى في عندنا محطه ميه، ومحطه الميه دي تسمح لنا ان احنا نعمل الكميه اللي احنا عاوزينها من الايه؟ من الدياليزيت. في الاخر خالص طبعا اللي بيحصل ان احنا بندخل الدياليزيت فلويد من جانب في الدياليزر، هنتكلم عن الدياليزر دلوقتي حالا، وندخل الدم من الجانب الاخر، بيبقى الدياليزيت بيمشي طبعا في الاتجاه ده كده، والبلاد بيمشي في عكس الاتجاه بحيث يبقى كاونتر كارنت ترانسبورت زي ما احنا بنتكلم، عشان يبقى الاكسشينج بينهم يبقى ماتش مور افيشنت. مرحلة بقى ان احنا تكوين الدياليزيت، هي مرحلة الدياليزيت بروبورشن سيستم، هي عبارة عن بامب بتاخد من الكونسنتريت الاولاني، وبامب بتاخد من الكونسنتريت الثاني، وبامب بتاخد من الووتر، بتاخد من الميه اللي هي البيوريفايد ووتر. عاده بنتكلم على فيري سبيسيفيك ريشيوز، يعني انا دلوقتي لما بشتري النوعيات مختلفه من الكونسنتريت معروف النوعيات دي بتبقى لازم تتخفف بالشكل الفلاني، يعني مثلا على سبيل المثال يعني ممكن واحد فيهم يبقى نسبته 1 ل 1.225 ل 32.775، واحده فيهم الاسيد بايكربونات الووتر. اوكي طبعا الكلام ده بيبقى عاده لكل سيت اوف كونسنتريتس لازم يبقى فيه سيرتن بروجرامبل ريشيوز بالشكل ده كده، لازم اتاكد ان الكونسنتريتس بنفس التركيز بالظبط، والا يبقى فيه مشكله كبيره. فطبعا هنتكلم بعد كده احنا عايزين نعرف في الاخر الكونسنتريت ده هل مظبوط ولا لا، يعني مش الكونسنتريت اللي هو الدياليزيت اللي احنا عملناه من الكونسنتريت هل بقى بالتركيز السليم ولا لا. فاكشوالي احنا بنعمله بطريقه بسيطه جدا، طبعا احنا عندنا في الاخر مجموعه املاح كبيره، فعشان نتاكد من ان التركيز نفسه سليم ولا لا بنستغل الكوندكتيفيتي، نستغل الريزيستنس. لو احنا جبنا بيورفايد ووتر، ووتر ما فيهوش اي املاح خالص، الريزيستنس بتاعته تبقى عاليه جدا او الكوندكتيفيتي بتبقى قليله جدا. فبيسكلي لو نتكلم على بيورفايد ووتر او ايثانول او اي ماده ما فيهاش اي تركيز خالص، ما فيهاش اي ايونز، بيبقى نو كوندكتيفيتي، يعني ما بتخليش اي كارنت يمشي. كل ما احنا خلينا يبقى فيه كوندكتيفيتي عاليه زياده يبقى الكرنت يمشي زياده، لو الكونسنتريشن كان قليل يبقى معنى كده الكرنت هيبقى قليل. فاللي بيحصل فعليا ان احنا بنعمل حاجه بالشكل ده كده، بنمشي كرنت بسيط او بنقيس نحط فولتج بسيط على ال مثلا الجزء اللي فيه دياليزيت، يا اما نحط كرنت ونقيس فولتج، يا اما نحط فولتج ونقيس كرنت، بس في الاخر يبقى في عندنا الكرنت والفولتج عشان نحسبهم، نحسب منهم الريزيستنس او نحسب منهم الكوندكتيفيتي. وبالتالي بعد ما نحسب الكوندكتيفيتي نقدر نعرف اذا كان الكونسنتريشن مظبوط ولا لا. طبعا احنا بنبقى عاملين كاليبريشن قبل ما الجهاز بيشتغل، بيبقى معروف ان علشان يبقى الدياليزيت سليم يبقى معنى كده الكوندكتيفيتي بتاعته بتساوي كذا او الريزيستنس بتاعته بتساوي كذا. فبالتالي نقدر نتشيك على الكلام ده ونقدر نحط رينج كده، يبقى فيه سيفتي مارجنز كده حوالين الكلام ده، بحيث ان احنا نقدر نمنتين ان الكونسنتريشن بتاع الدياليزيت دايما سليم. مرحله مهمه جدا في الجهاز اللي هي مودياليزيس هي مرحله الدياليزر. الدياليزر ده هو ده اللي بيتم فيه الاكسشينج بتوين الدم والدياليزيت. الحقيقه ده كان زمان بيتعمل عباره عن فلات ممبرين، بس الفلات ممبرين دوت كان السيرفيس اريا بتاعته كانت قليله جدا وله مشاكل كتيره الحقيقه. فالناس عملت تكنولوجي الحقيقه حديثه جدا بيسموها الهولو فايبر تكنولوجي، الحقيقه دي فرقت كتير جدا في الهيموداليسيس لما الناس اتكلمت عليها ابتدت تعملها في السبعينات والثمانينات. بيسكلي بنتكلم على ان احنا بدل ما بنخلي الممبرين يبقى فلات، لا بنخليها عباره عن تيوبس بالشكل ده كده، فيري فيري نارو تيوبس بالشكل ده كده، بتبقى حاجه زي شعيرات، هي اكشوالي شكلها زي الشعره بالظبط، والشعره دي مجوفه، الشعره دي بيبقى فيها يعني هي بتبقى اكشوالي تيوب مش حاجه مصمته. فبنخلي الدم يمشي من داخل التيوب وبنخلي الكونسنتريت، بنخلي اللي هو الدياليزيت يبقى خارجه. وطبعا الميزه بتاعه التيوبس دي ان السيرفيس اريا بتاعتها كبيره جدا جدا جدا، فنقدر يبقى في عندنا حاجه حجمها صغير بالشكل ده كده، يبقى السيرفيس اريا بتاعتها 4 متر تربيع مثلا، يعني 4 متر تربيع دي يعني 2 متر في 2 متر، ودي حجمها اكشوالي تبقى ما تزيدش مثلا عن 30 40 سم مثلا في 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 في, في 5 6 سم مثلا ولا 10 سم بالكثير قوي. فبالتالي بيبقى حجمها صغير جدا وفي الاخر بتبقى ماتش مور افكتيف. طبعا لما احنا نكون عايزين نعمل اكسشينج بتوين تو فلويدز، كل ما زودنا السيرفيس اريا بتاعه الممبرين اللي في النص كل ما كان الافشنسي اعلى. فده اللي بيحصل فعلا لما احنا بنستعمل الهولو فايبر تكنولوجي.
هو فايبر بيبقى شكله كده، لو احنا فتحنا الجزء ده، لو احنا فتحنا الجزء ده كده بيبقى شكله كده من جوه، احنا اكشوال بنقفلها ويبقى فيه هنا الكلام ده، الجزء ده بيبقى سيلد، بحيث ان انا لما بدخل من هنا الدم، بدخل من هنا الدم انبوت مثلا واخرج الدم من هنا، ودخل هنا الدياليزيت واخرجه من هنا، ما بيبقاش في اي كونتاكت اطلاقا بين الاثنين، بيبقى في واحد فيهم ماشي داخل التيوبس وواحد فيهم ماشي خارج التيوبس، وبيحصل اكتشينج منهم من خلال الممبرين بتاع التيوب. الممبرين بيبقى معمول بحيث ان هو يسمح للايونز اللي الرينج بتاعها مثلا زي الصوديوم او حتى الجلوكوز ماكسيمم جلوكوز ان هو يحصل اكتشينج بينهم. لو احنا بنتكلم على مولكيول كبير مثلا زي الستارش او زي مثلا الامينو اسيد زي البروتينز والحاجات اللي زي كده، لا ما يسمحش ان هي تعدي، فبالتالي يسمح لنا ان كل الحاجات مثلا زي اليوريا والكرياتينين والحاجات دي كلها ان هي تعدي، وفي حين ان الحاجات المكونات الرئيسيه بتاعه الدم اللي هي زي البلازما وزي البلازما بروتينز يعني وزي الخلايا الدمويه اللي موجوده زي الار بي سيز والوايت بي سيز والحاجات دي كلها ما تعديش من الممبرين دوت. طبعا الدايلايزر دوت جزء منه اللي هو الجزء اللي داخل التيوبس دي بيبقى يعني متعرض للدم، فالحقيقه ده في معظم الاماكن يعني في معظم البلاد بمعنى اصح، يعني هنا مثلا في المملكه وفي مصر وفي الاماكن دي هتلاقي ان هي الاستعمال بتاع الدايلايزر ده بيبقى سنجل يوز. سنجل يوز معناها ان كل بيشنت بيتفتح له يعني ستيريلايزد دايلايزر بالشكل دوت كده ويستعمل، وبعد ما يخلص لازم بعد كده يروح للمخلفات الخطره عشان يتم التخلص منه. في امريكا الحقيقه في بعض الشركات عملت تكنولوجي حاجه اسمها ريبروسيسنج. ريبروسيسنج معناها ان هو بياخد الدايلايزرز زي كده ويعمل لها ريستيريلايزيشن، يعني بيعمل لها ريبروسيسنج بحيث انها ترجع تاني تبقى ستيريلايزد. الحقيقه التكنولوجي زي كده لسه حتى الان مش مسموح بيها هنا، وبالتالي احنا لازم ان احنا نأسيوم ان دايما الدايلايزر لازم يبقى سنجل يوز. لو تم استعمال الدايلايزر لمور ذان وان بيشنت بيبقى في غايه الخطوره اللي بينقل كل طبعا الامراض اللي هي بتتنقل عن طريق الدم اللي هي اخطر امراض زي الهيباتيتس سي فايروس زي الايدز زي الحاجات دي كلها بتنتقل على طول مباشره لو احنا استعملنا او عدنا استعمال اي مكون من المكونات اللي فيها كونتاكت مع الدم. في عندنا حاجة مهمة جدا في الدياليزيت سيركت، ان المحلول اللي بيعدي في التيوبس اللي موجودة في الدياليزيت سيركت بيبقى محلول ملحي، بيبقى فيه كمية من الأملاح أو تركيز الأملاح ما هوش قليل، والمحلول ده بيبقى درجة حرارته عالية. ده بيسبب حاجتين، بيسبب بيلد اب لكيميكال وبكتيريا ديبوزيتس في خلال من خلال التيوبس اللي موجودة أو في داخل التيوبس اللي بيبقى فيها الدياليزيت ماشي. فبالتالي طبعا لو في عندنا بكتيريا ديبوزيتس طبعا في غايه الخطوره ان هي ممكن تسبب كونتامينيشن للدياليزيت وهو داخل يبقى ان كونتاكت مع الدم، ودي حاجه الحقيقه خطيره. وفي نفس الوقت ممكن يبقى بالنسبه للكيميكال ديبوزيتس، يعني تخيل كده مثلا زي الكتل اللي بنستعملها عشان نسخن فيها الميه في الـ في الـ في البيوت، هتلاقي بعد شويه يبتدي يبقى فيها ترسبات للاملاح على الكتل نفسها، على الجدران بتاعت الكتل او على القاع بتاعها، بنحتاج ان احنا نشيله والا يبقى في عندنا مشكله. ان بيبقى في عندنا احنا المفروض ان احنا بنخلط املاح بنسب معينه، لو في عندي املاح موجوده او في عندي ترسبات موجوده داخل التيوبس دي ولاي سبب من الاسباب ابتدت تدوب في داخل الدياليزيت ممكن تغير الكونسنتريشن، وبالتالي اللي انا عملته في الكنترول بتاع الكوندكتيفيتي بتاع الكونسنتريشن بتاع الدياليزيت ممكن ان هو يتغير نتيجه لوجود الديبوزيت دي، فبالتالي لازم نشيل الاثنين. في الحقيقه الريموفال بتاعه في غايه البساطه بنعمل سايكل للكليننج او سايكل للديسانفكشن. الكليننج هدفه ان هو يشيل الكيميكال ديبوزيتس، الديسانفكشن هدفه ان هو يشيل البيولوجيكال ديبوزيتس او البكتيريال ديبوزيتس اللي موجود عندنا في الدياليزيت فلو. فبيسكلي في الكيميكال يعني الجزء الكيميكال ممكن باي حاجه من الحاجات اللي هي منظفات مثلا زي الحاجات اللي زي الاسيتيك اسيد اللي هو زي الخل او زي السيتريك اسيد اللي هو عصير الليمون مثلا، هم بيبقوا اسيدك فبالتالي بيتفاعلوا مع الاملاح اللي موجوده على الجدران ويخليهم يعني يخلي الاملاح دي او اللي هي الديبوزيت دي تدوب وتبقى بعد كده ريموفد من الفلو باث من المواسير بتاعه او الانابيب بتاعه الدياليزيت. نفس الكلام بنعمله في البكتيريال ديبوزيتس، بس بنستعمل بقى في الحاله دي بنستعمل حاجه زي كيميكال ديس انفكتنت. من الامثله بتاعت الكيميكال ديس انفكتنت البليتش، البليتش اللي هو زي الكلوروكس مثلا، بيبقى في محلول ملحي بيحلول محلول فيه كلوروكس بيبقى بيعدي من خلال الدايليزيت باث بحيث ان احنا نتاكد ان هو
يعني شال او عمل ديس انفكشن للفلو باث كله. طبعا احنا بنعمل السايكلز دي والبيشنت مش موجود على الجهاز، بنعملها والجهاز مش متركب على بيشنت. بعد ما بتحصل طبعا بنعمل طبعا سايكل ثانيه بنعدي فيها بيوريفايد ووتر على اساس نتاكد ان كل الديبوزيتس او كل التريسز من المواد اللي احنا استعملناها عشان نعمل كليننج او ديس انفكشن كلها اتشالت. السيفتي مونيتورنج حاجه مهمه جدا في اي جهاز طبي وفي جهاز الهيموداليسيس بالذات، علشان بيتعامل مع مريض في حاله خطيره جدا الحقيقه، ان هو دم بيبقى ماشي في اكسترا كوربوريال سيركت يعني في دوره دمويه خارج الجسم، وفي نفس الوقت الحاله الصحيه للمريض الجنرال كونديشن بتاع المريض اللي عنده فشل كلوي الحقيقه بيبقى فعلا حاله سيئه جدا، فلازم يبقى في فيري كلوز مونيتورنج لكل البارامترز بتاعت الجهاز عشان اتاكد ان هو شغال بشكل سليم. الحقيقه في عندنا مجموعه من المونيتورز في الناحيه بتاعت البلاد سيركت والناحيه بتاعت الدايزيت سيركت. فعندنا في ناحيه البلاد سيركت عندنا في بريشر مونيتور، ده بيديتكت يعني مشاكل زي مثلا البلاد لاين سيبريشن او اوكلوجن، يعني البلاد لاين اللي ماشي فيه الدم حصل ان هو انفصل او حصل ان فيه بقى فيه اي كراك او اي حاجه بحيث ان هي تخرج الدم او تسرب الدم، او حصل اوكلوجن يعني معنى كده حصل انسداد بشكل ما سواء كان كواجوليشن للدم سواء كان اي حاجه اخرى، والحالتين الحقيقه في منتهى الخطوره. طبعا لو احنا يعني عملنا البريشر مونيتور ده وتابعناه بيبروتكت اجينست البلاد لوس، طبعا في حاله لما يكون في سيباريشن واضح ان البلاد هيفقد، انما لو حتى في اوكلوجن لو حتى في انسداد هيحصل ان في الاخر الاوكلوجن ده هيعمل انف بريشر داخل البلاد لاين عشان يحصل في الاخر سيباريشن ده، ففي الاخر هيفقد دم برضه، فاحنا هنا بنبروتكت اجينست البلاد لوس. في عندنا سنسور تاني، في عندنا نوع تاني من انواع المونيتورنج هو الاير بابل او الفوم مونيتورنج. ده طبعا احنا بنتكلم على الدم اللي راجع للمريض بنتاكد ان هو ما فيهوش اي اير بابلز خالص. فطبعا احنا بنتكلم على الاير بابلز هتبقى جايه سواء من الهواء اللي داخل الدم نفسه ابتدى يطلع يبقى يتجمع مع بعضه يعمل فقاعه هواء، او حصل سيباريشن في البامب لاين نفسه، يعني حصل سيباريشن في البلاد لاين بحيث ان دخل هواء من خارج البلاد لاين خالص. فطبعا احنا بنبروتكت اجينست اير امبولس. اير امبولس احنا بنتكلم على ان يحصل لو في عندنا حد تم حقنه في الدم في احد الاورده بفقاعه هواء الحقيقه بتبقى في غايه الخطوره وممكن تودي بحياته. فطبعا احنا بالنسبه لنا الكونديشن ده في غايه الخطوره وبنديتكته بمنتهى البساطه بالمونيتور دوت. بالنسبه للدايليزيت سيركت عندنا طبعا زي ما احنا كنا قلنا في عندنا تمبرتشر مونيتور بيديتكت علشان نتاكد ان ما يحصلش هيموليسيس لو درجه حراره اعلى من 42 درجه، وبنتكش ما يحصلش انرجي لوس للبيشنت لو درجه حراره اقل من 35 درجه. هنا يعمل لي هيموليسيس يعني يعمل لي انيميا، هنا يعمل لي يعني حاجه زي هايبوثيرميا يعني ممكن ان هي تخلي درجه حراره المريض تبقى اقل من يعني درجه حراره المريض الداخليه تبقى اقل من 37 درجه، وده بيسبب مشاكل صحيه للمريض. الكوندكتيفيتي طبعا بتبقى مهمه جدا عشان اتاكد ان الكونسنتريشن بتاع الدياليزيت مظبوط. لو حصل ان هو بقى هايبو وهايبر اوزمولر زي ما احنا كنا بنتكلم بالنسبه للكونسنتريشن بتاعه، معنى كده بيبقى يعني بيحصل زي ما احنا كنا بنقول دايما بيبقى فيه مشاكل عويصه جدا بتحصل بالنسبه للمريض، والحقيقه لو حصل ان المريض تم حقنه بكميه كبيره مثلا من الاملاح ممكن اكشوال المريض ما نقدرش ان احنا ننقذه، ما نقدرش ان احنا نسعفه اكشوال، ممكن يتوفى من غير ما يبقى فيه طريقه ان احنا نقدر ان احنا نسعفه، نتيجه ان في بعض الاحيان مثلا زي البوتاسيوم مثلا لو احنا حقنا كميه زياده من البوتاسيوم بيبقى المريض ده ممكن عضله القلب نفسها تتوقف، ويبقى صعب جدا ان هي تبقى ري اكتيفيتد تاني نتيجه ان احنا بنعمل حاجه زي جامن كده للعضله نفسها. يعني احنا مش بنتكلم بقى ان احنا عندنا الكتريكال بروبلم مثلا زي الحاجات اللي بتبقى ممكن انقاذها بالديفيبريليتور، لا احنا بنعمل حاجه ميكانيكال جوه في العضله نفسها، بنخلي العضله نفسها الميكانيزم نفسه اللي بيشتغل داخل العضله عشان يعمل الحركه احنا دلوقتي عملنا فيه مشكله، عملنا جامنج للميكانيزم ده، فبيبقى في غايه الخطوره ان يحصل ان الكونسنتريشن يبقى خارج الرينج المسموح بيه. فطبعا بنتكلم برضو لو هو كان اقل حتى بيبقى في عندنا مشكله، وفي الحالتين ممكن في لو هو اعلى زياده حتى شويه صغيرين حتى ممكن يعمل لنا هيموليسيس برضو، يعني ممكن يكسر لنا كرات الدم الحمراء برضو. كونديشن الاخير هو ان احنا بنديتكت الهيموجلوبين او اللي هو بنديتكت بلاد لوس، بنديتكت بلاد داخل الهيموداليزيت نفسه، الداليزيت اللي خارج من الدايلايزر اللي هو كان ان كونتاكت مع الدم بتاكد ان ما فيش فيه اي دم،
والدم اكشوري احنا بنديتكت الدم من لونه، اللون الاحمر بتاع الدم، والدم اللون الاحمر اللي فيه ده جاي من هيموجلوبين، لان الار بي سيز اكشوال ريد بلاد سيلز هي الحاجه الميجر كونستيتيونت بتاع الدم، وهو ده اللي بيميز لون الدم، هو ده اللي بيخلي النتيجه للون الاحمر بتاع الهيموجلوبين اللي داخل الريد بلاد سيلز، هو ده اللي بيخلي الدم لونه احمر. فبالتالي احنا لو حصل عندنا دايلايزر ممبرين رابشر، لو حصل عندنا اي قطع اي يعني ليك حتى في الدايلايزر، هيحصل منه ليكج من الدم من البلاد سيركت للدايليزيت سيركت، وبالتالي بنديتكتد في البلاد بنديتكتد في الدايليزيت سيركت باستعمال المونيتور دوت علشان نمنع اي بلاد لوس ان هو يحصل. الدايليزيت مونيتورنج بيبقى امبلمنتد، اول حاجه الهيتر مونيتورنج بيبقى بيسكلي سمبل ثرمستور، يعني ثرمستور من السنسور بتاعت التمبرتشر معروفه، بنعمل فيدباك كنترول سيركت بحيث ان هي تكنترول الهيتر، يعني الهيتر دوت بيبقى كنترول بثرمستور موجود هنا، ده طبعا مش تمبرتشر، ده مش ترمومتر زي اللي هو يعني اللي متعودين عليه اللي هو الانرج، لا ده اكشولي بيبقى هنا مكانه ثرمستور، بيعمل فيدباك على الهيتر دوت بحيث ان الهيتر يسخن وقت ما يكون درجه حراره اقل من 37، ويبقى يخلي يبطل تسخين لما يكون اعلى من 37. طبعا ده طبعا زي ما كنا بنقول النورمال بلاد سيلز بيجلت هيمولايز بتبتدي تتكسر عند 42 درجه، والحقيقه معروف برضو ان الاوفر هيتد دايليزيت بيبريسيبيتيت كارديك اريثميز، يعني حتى يعني بعض المشاكل كده الناس لقيتها وممكن ما تكونش شكلها لها علاقه، بس اكشوالي الناس لقت لما بيكون الدايليزيت درجه حرارته اعلى من اللازم، المرضى بتوع الفشل الكلوي بعد جلسات عديده من اللي هو الاوفر هيتد دايليزيت دوت بيبقى عندهم بتدي يبقى في عندهم بعض المشاكل في القلب. يعني بعض الحاجات التانيه اللي كنا بنقول عليها اللي هي زي الدي ايريشن، الدي ايريشن زي ما كنا بنتكلم احنا بس مجرد بنعدي الجزء اللي هو الميه اللي داخله دي، وطبعا احنا بنتكلم طبعا الميه اللي داخله بنسميها ار اكس ووتر، ار اكس دي على فكره بتبقى مكتوبه على الوصفات الطبيه اللي هي بريسكريبشن، يعني هي رمز البريسكريبشن، يعني معناها ان احنا بنتكلم فعلا بيوريفايد ووتر هنا. بندخله هنا على الدي ايريشن، هي عباره عن مرحله بيبقى الميه دي داخله وفي فوقيها تشامبر كده، والتشامبر دي بيبقى فيها نيجاتيف بريشر، بتسحب كل فقاعات الهواء اللي موجوده في الميه دي بحيث تدخل هنا من غير اي فقاعات ميه. فطبعا بنتكلم على ان طبعا الفقاعات دي بتبقى hidden cause of several problems، يعني سبب لبعض المشاكل، منها ان ممكن مثلا فقاعات تيجي هنا على الجزء اللي بقيس فيه conductivity وتترسب هنا على الالكترودز اللي بقيس بيها، وبالتالي تديني false measurements. وممكن برضو الحقيقه تعمل نفس الحاجه في الجزء بلاد بلاد ليك، يعني ممكن تعمل لي برضو مشاكل ان هي برضو السنسورز الموجوده كلها لو بيترسب عليها الفقاعات الهواء تديني قراءات ما هياش مظبوطه. فالحقيقه لازم نتخلص من الـ من الـ من الاير الموجود عندنا، فقاعات الهواء الموجود عندنا في الدايليزيت دي الحقيقه observable by eye، يعني انت من خلال الدايلايزر، الدايلايزر بيبقى شفاف بيبقى داخل الدايليزيت فيه، بتقدر تلاحظ اذا كان في فقاعات هواء موجوده فيه ولا لا، وفقاعات الهواء لما بتكون موجوده في الدايلايزر معناها ان الافشنسي بتاعت الاكسشينج بين الاثنين بتاعت الدم والدايليزيت ما بتكونش عاليه. فبالتالي احنا عايزين نتخلص من الايه؟ من الاير الموجود عندنا في الدايلايزر في الدايليزيت. كونتاكتيفيتي زي ما كنا بنتكلم هي عباره عن مجرد بقيس الريزيستنس بين الطرفين، طبعا بقيسها طبعا ببقى عندي مثلا التيوب ماشيه او في عندي الالكترود دي موجوده في الجدار بتاع التيوب نفسها، او التيوب نفسها بتعدي في سنسور بيبقى هو فيه الالكترود دي بيلت ان بحيث اقدر اقيس الريزيستنس طول الوقت. البلاد ليك طبعا من الحاجات المهمه جدا، والحقيقه فكرته بسيطه جدا في الامبلمنتيشن، هو فكرته ان انا بحط هنا لايت سورس وبحط هنا فوتو سيل، لما بيحصل ان يبقى في عندي هنا هيموجلوبين، يعني الحاجه اللي في النص هنا عاده المفروض لو دايليزيت بس تبقى شفافه، لما يبقى في هنا ريد بلاد سيلز جايه لي بقى من البلاد اللي هو حصل له ليكج داخل الدايليزيت، بيبتدي يعمل انترابشن لللايت اللي ماشي من هنا لهنا، يبقى اللايت اللي يوصل هنا للفوتو سيل يبقى اقل من الحجم بتاعه او اقل من الكميه بتاعته اللي هنا. بديتكت انا اول لما بحس ان ده قل عن الحد اللي هو المعتاد بتاعه بدي الارم على طول. طبعا هي الفكره ان لو عندي رابشر في الممبرين المفروض ان الممبرين يمنع الريد بلاد سيلز ان هي تعدي، لو حصل رابشر بيحصل من خلاله ان بعض الريد بلاد سيلز تعدي تبقى موجوده في الدايليزيت سيركت، ودي حاجه خطيره جدا. طبعا شكله براكتيكالي بيبقى حاجه بالمنظر ده،
بيبقى باخد تيوب، باخد هي الاوتبوت من الـ من الدايلايزر، وبعديه في حاجه بالشكل ده كده، بيبقى فيه واحد من الجانبين بتوعها، بيبقى فيه اللايت سورس، والجانب الاخر بيبقى فيه فوتو سيل، بحيث ان هو يعمل لي ديتكشن للكلام ده. في بعض الاحيان او في بعض التكنولوجيز الجديده، بعض السنسورز بتبقى سنسيتيف للريد كلر بالذات، وده طبعا ممكن يبقى فكره وجيهه طبعا عشان نميز مثلا اذا كان في، يعني طبعا بيبقى مور سنسيتيف، بحيث ان هو يبقى بس الحاجه اللي هي لونها احمر هي دي اللي تاثر عليه، بس الحاجه اللي هي المعتاده اللي هي جاست لايت سورس وفوتو سيل والانتربشن بتاع اللايت اللي بينهم ده برضه ستيل شغال بطريقه فيري افكتيف. بالنسبه للبلاد سيركت مونيتورنج، الميزه بتاعت البلاد سيركت مونيتورنج اكشوالي ان كل حاجه موجوده عندنا في واجهه الجهاز بالشكل ده كده. يعني هنا مثلا بيبقى الدم جاي لي من البيشنت، بيدخل على تشامبر هنا، بحاول ان انا اعمل فيها الجزء اللي هو بقيس فيها الارتيريال بريشر، وبيبقى في عندي هنا تشامبر تانية بعد ما يعني هنا بيعدي هنا على البلاد بامب اللي هي بريستالتيك بامب اللي هي بتبقى بتخلي الدم يمشي هنا. بيبقى في عندي هنا الجزء اللي هو ده بيبقى في حاجه زي سيرينج بامب ولا حاجه، بتبقى هي دي الهيبرين بامب، هي دي اللي بتحقن الهيبرين داخل الدم عشان ما يحصلوش كواجيليشن. بيمشي بعد كده داخل الدايلايزر، يعني بيعدي من خلال الدايلايزر، الدايلايزر بيبقى في مكان بقى هيبقى تحت هنا في المنطقه اللي تحت دي، وبعد كده بيرجع منه قبل ما يرجع للبيشنت لازم يعدي في مرحله هنا اللي هي بيحصل لها، بيبقى في عندي حاجه زي سنسور سنسور للاير بابلز. السنسور بتاع الاير بابلز هو مجرد ان هو بيستعمل التراسونيك ويفز، والالتراسونيك ويفز دي بيبقى نفس فكره الريد بلاد سيل ديتكشن او الجزء بتاع البلاد ليك ديتكشن، بيبعت التراسونيك ويفز، لو في عندي اير بابلز بتعمل ريفلكشن للالتراسونيك ويفز ما توصلش للسنسور، وبالتالي يعمل ديتكشن ان في حاجه حصلت، ويقدر يعني يعرف ان في اير بابلز موجوده، وحسب الانتربشن قد ايه يقدر يعرف او يقدر يحدد او يعمل كاليبريشن للحجم بتاع الاير بابل قد ايه. وبالتالي بيبقى برضه في نفس المكان هنا بالظبط، بيبقى في عندي الكلامب اللي هي الفينس كلامب، بحيث انها تقفل على البلاد لاين تمنعه ان هو يرجع الدم تاني للبيشنت. اوكي، فهنا اكشوالي بيبقى في عندي تشامبر كده برضه ممكن ان انا اعمل فيها دي ايريشن، يعني لو حصل مثلا هنا ان حصل ديتكشن للاير بابل، بيبقى في عندي هنا تشامبر بيبقى فيها برضو هنا فوق بيبقى فيه يعني فاكيوم، بحيث ان انا اسحب بيه يعني احط نيجاتيف بريشر لو كان في عندي اير بابلز، فبفضل استنى لغايه لما الاير بابلز كلها تختفي، وبعد كده ببتدي ارجع الدم تاني للبيشنت. طبعا هنتكلم ان هنا مثلا ده الدم بيبقى راجع، وبعد كده قبل ما يرجع للبيشنت بيسكلي لازم اعمل ديتكشن للجزء اللي هو اذا كان فيه اير ولا ما فيش اير، وبعد كده لو هو سيف برجعه للبيشنت. طبعا البريشر سنسورز اللي هي موجوده غالبا بيبقى عندي واحد هنا وواحد هنا في الجزء ده عشان يقيس ده الارتيريال وده الفينس. اوكي، فدول اكشوالي بقيسهم عن طريق سنسورز في منتهى البساطه بالشكل ده كده، يعني باخد حاجه، طب يبقى في عندي هنا الشامبر اللي فوق دي بتبقى هواء بيسكلي، ما هياش حاجه مختلفه يعني ما هياش دم، فباخد منها لاين كده اوصله بسنسور، بيبقى في عندي غالبا ممكن هنا ده يبقى السنسور الاولاني وده السنسور الثاني، يعني بيبقى حاجه بالشكل ده كده، وبيبقى في جوه ممبرين، والممبرين ده بيبقى يعني الاسترين فيه بيأثر لي او بيعمل لي تغيير في الريزيستنس بحيث ان انا اقدر اقيس. واحده من الحاجات برضو اللي لازم ناخدها في اعتبارنا ان الجزء اللي هو الهيبرين بامب ده مش دايما يكون موجود في كل الاجهزه، في بعض الاحيان بنضطر ان احنا نجيب هيبرين بامب سيبريت تبقى موجوده عندنا في الايه في خارج الجهاز الهيموداليس. في كل المونيتورنج الموجود في اي جهاز طبي لازم نبقى عارفين ان اي مونيتور ذات كان فيل ويل فيل، يعني هيحصل له ان هو يفيل، يعني ده بنسميه ميرفيز لو، يعني اي حاجه اني ثينج كان جو رونج ات ويل، يعني بمعنى ان احنا ما نقدرش ان احنا ناسيوم ان اي سنسور مهما كان الروباستنس بتاعته، مهما كان الديورابيليتي بتاعته، ان هو هيفضل شغال من غير ما يحصل اي مشكله، لازم ناسيوم ان يحصل له مشكله. فالحاجه المعتاده في الاجهزه اللي زي الهيموداليسيز ان احنا يعني ان احنا بنأسيوم انها فيل سيف، بس اكشوال هي مش فيل سيف بالشكل العادي بتاعها ده كده، ما هواش فيل سيف، الديزاين بتاعها ما هواش فيل سيف، يعني انا اسيومنج ان لو حصل حاجه المونيتور هيديتكتد، ويعني بيسكلي خلاص يبقى مش هيحصل مشكله، انما اكشوالي في بعض الاحيان المونيتور كان فيل، فمعنى كده لو شغلت الجهاز بالمونيتور فيه مشكله ممكن يحصل كارثه. فبالتالي الحاجه المعتاده ان لازم يبقى
بشكل ما لازم يبقى في عندنا طريقه ان احنا نعرف اذا كان السنسور شغاله ولا مش شغاله، يبقى في دايجنوستكس. وعاده بيبقى المعتاد ان لازم يكون في يعني كل واحد من المونيتورز اللي هي الكريتيكال لازم يبقى في منها يعني اثنين، يعني تو سنسورز، عشان هو يتاكد منهم ان هو لو جاب قراءه غير الثانيه يعرف ان في واحد فيهم فيه مشكله، لان لو عندي سنسور واحد صعب قوي اعرف ان هو شغال ولا مش شغال. الحاجه الاهم من كده بيبقى في عندنا حاجه اسمها ديوال مونيتورنج. ديوال مونيتورنج مش معناها تو سنسورز، معناها لازم يبقى في عندنا الماشين سنسورز مع الداليسيس بيرسونال. يعني ما ينفعش، يعني ما فيش حاجه تقدر ان هي تعوض وجود الشخص اللي هو الانسان اللي بيبص على الجهاز اللي هي متعالج، وميك شور ان البيشنت نفسه سليم وان الجهاز نفسه شغال بشكل سليم. يعني مهما ان احنا فكرنا بيبقى في سيتويشنز عمرنا ما نقدر ان احنا نفكر فيها او نقدر نتخيل انها تحصل. فبالتالي لازم نبقى في دايما دي والمونيتورنج، لازم الجهاز اللي هو المونيتورنج سيستم بتاع الجهاز يكون شغال كويس افكتفلي، ولازم يبقى داليسيس بيرسون اللي هو الدارسز مثلا هو التكنيشن او الطبيب مثلا او وات ايفر يبقى موجود ومتابع الحاله بتاعه المريض بنفسه علشان يتاكد ان الدارس السيشن تمر بشكل سيف. الحقيقه السيفتي بتاعه الاجهزه اللي زي الهيمو دياليسيس ما هياش متسابه كده لكل واحد من المانيفاكتشرز يحدد هيعمل ايه حسب ما هو عاوز او حسب ما هو يفكر او حسب ما هو يعني يقرر. الحقيقه في عندنا ستاندرد مهم جدا بالنسبه لاجهزه الهيموداليسيس اللي هو الان سي امي ار دي 5. ده بيقول لنا بالظبط في الكونديشنز اللي فيها خطوره ايه اللي هيحصل وازاي هيحصل. فعاده فتلاقي في كل الكونديشنز الخطيره هتلاقي فيه اول حاجه لازم تستوب البلاد بامب عشان ما يبقاش في اي دم اضافي يخرج من البيشنت. تاني حاجه لازم توقف رجوع الدم للبيشنت لو في مشكله. طبعا احنا بنتكلم عن ان احنا وقفنا بلاد بامب يبقى معنى كده يعني الدم اللي موجود ده ممكن يحصل فيه فورميشن اوف اير بابلز، فما نضمنش الكلام ده، لازم نوقف برضو رجوع الدم للبيشنت. لازم نأكتيفيت الدياليزيت باي باس، يعني نخلي الدياليزيت كمان ما يمرش على الدياليزر علشان لو في مشكله ما يبقاش الدياليزيت دوت ما يبقاش مثلا في كونسنتريشن غلط او في درجه حراره غلط ويبقى ان كونتاكت مع الدم. واخر حاجه الاوديبل والفيجوال الارمز، لازم يبقى في حاجه تعمل صوت، يعني لازم يبقى في يعني صوت مسموع او الارم مسموع يعني ورنينج مسموع، ولازم يبقى في حاجه زي بيكن كده ولا حاجه بالشكل اللي هو زي ده كده بحيث ان هو يبقى من بعيد يقدر اي حد يلاحظ ان في مشكله. وده طبعا الاثنين طبعا بيبقى يعني لما بيحصل مشكله زي كده الجهاز بيتوقف ويتوقف بشكل سيف، ولازم شخص هو اللي يجي يشوف ايه المشكله ويقرر بعد كده هو يعمل ايه علشان يعني ريميدي المشكله دي او يحاول يخلي الجهاز يرجع تاني او السيشن تقدر تستمر بالشكل اللي هو السيف بالنسبه للمريض. مهم جدا بالنسبه لاي مكان فيه هيموداليسيس بيتم ان يبقى في اسسمنت للدياليسيس بريسكريبشن اند ادكوسي، يعني بنتكلم على ان احنا هل احنا الاجهزه اللي عندنا بتعمل اكسكيوشن للبريسكريبشن بشكل دقيق ولا لا، هل عمليه الهيموداليسيس بتبقى ادكويت بتشيل الحاجات الخطيره اللي هي داخل الجسم ولا لا، يعني نتاكد ان البريسكريبشن اصلا صح ولا غلط. فالحقيقه يعني ديتيرمينج هاو ماتش دياليسيس از انف لازم نديفاين يعني بطرق معينه علشان نقدر ان احنا نكوانتيفاي الاوت كم بتاع الهيموداليسيس. فالحقيقه في عندنا مجموعه بارامترز ممكن ان احنا نتكلم عليها، منهم حاجه بنسميها الكي تي اوفر في اللي هي او ساعات بيسموها سنجل بول كي تي اوفر في. الحقيقه التارجت بتاعها بيبقى 1.2، دي بتتحسب الحقيقه من مجموعه حاجات يعني الديفينيشن بتاعها بيبقى ماينس لوج ار، يعني ايكويشن فيها ار، ار دي بتبقى الريشيو اوف بوست داليسيس تو بري داليسيس بلاد يوريا نيتروجين، يعني بناخد عينه من المريض ونحسب منها البلاد يوريا نيتروجين اللي هو اللي بيسموه ساعات بان بي يو ان. فبيسكلي بنحسب الار دي بتساوي كام، وبيسكلي بنحسب يعني حاجه ثانيه بنحسب منها يعني بنتكلم على مثلا الترا فلتريشن فوليوم بيساوي كام بالنسبه للبودي ويت، يعني احنا شلنا كميه ميه قد ايه من المريض دوت في السيشن على الوزن بتاع المريض، ونقدر منها نحسب الدنيا بتساوي كام، نقدر نحسب البارامتر ده بيساوي كام. السنجل بول سنجل بول بتبقى بتحسب بالشكل ده كده. ممكن نحسب الكي تي اوفر في لوحديها خالص اللي هي يوريا ريموفال ريت على التريتمنت تايم على في التريتمنت تايم على الفوليوم بتاع اليوريا بيساوي كام.
اوكي، فده بتتحسب بالشكل ده كده، بتبقى مور افكتيف يعني، بحيث ان احنا نقدر نحسبها من البارامترز اللي احنا نقدر نقيسها براكتيكالي في الجلسه نفسها. في عندنا برضو بارامتر تاني اسمه يوريا ريدكشن ريشيو يو ار ار، التارجت بتاعها المفروض يبقى 65%، هي عباره عن البرسنتج بتاع البلاد يوريا نيتروجين كونسنتريشن قبل وبعد بيسكلي يعني، يعني انا بشوف النسبه اللي انا شلتها كام. وبالتالي طبعا احنا بنتكلم ان احنا كل ما احنا شلنا كميه كبيره كل ما كان افضل، كل ما بقت النسبه اعلى كل ما انا بقيت دلوقتي الادكوسي بتاع السيشن نفسها بتبقى افضل. طبعا هي نسبه من البري داياليسز، لان البري داياليسز هو ده الكميه الكبيره، البوست داياليسز ايديالي يبقى صفر، عمره ما يبقى صفر طبعا، بس ايديالي يبقى صفر، يعني ايديالي ان هو ده يبقى 100%. طبعا بالنسبه للالترا فلتريشن ريت اوبتيمالي بيبقى ليس ذان 10 مليلتر بير اور بير كيلو جرام، بس يعني ده الايديال، ده اللي المفروض ان هو يبقى في الحدود دي تقريبا. لا يمكن ان احنا نحطه، يعني ما يستحسنش ابدا ان احنا نحطه اكتر من 13 مليلتر بير اور بير كيلو جرام. يعني فرضا عندي مريض مثلا وزنه 70 كيلو وهعمل سيشن 4 ساعات، يبقى معنى كده لو انا بستعمل 10، بستعمل الترا فلتريشن ريت 10، يبقى معنى كده 10 مليلتر في 4 ساعات في 70 كيلو جرام يطلع لي كميه الميه اللي انا هخرجها من الجسم في عمليه الهيموداياليسيس. فطبعا الحقيقه مهم جدا، لان احنا لما بنغير الريت دوت، لما بنحاول نمشي بريت اعلى شويه ممكن يحصل لنا مشاكل. نتكلم اخر حاجه خالص على بعض المشاكل الطبيه اللي بتحصل في اثناء عمليه الهيموداياليسيس. الحقيقه لازم نتكلم على ان بعض الاحيان مثلا المرضى بتوع الهيموداياليسيس يشتكي ان هو عنده هيدك او ان عنده نوجيا، عايز ان هو يعني عنده ترجيع او عايز يرجع او فعلا بيرجع، اوكي. وبعض الاحيان ممكن يحصل سيجر، يعني يحصل زي حاجه زي التشنجات مثلا، او ساعات يحصل كوما كمان، يعني يحصل غيبوبه. الحقيقه الحاجات دي لازم نبقى فاهمينها في الكونتكست بتاع عمليه الهيموداياليسيس نفسها، هي بتحصل ازاي. احنا دلوقتي حاليا في عمليه الهيموداياليسيس احنا مش بنشد الميه ومش بنشد الاملاح من الدم. الدم ده واحد من مكونات الجسم. مكونات الجسم الاساسيه عندنا 3 مكونات، بيسيكلي عندنا هنا الدم بيبقى فيه البلازما، ده مكون ان كونتاكت مع الاكسترا سيلولر فلويد، ده المكون الثاني، والانترا سيلولر فلويد ده المكون الثالث. احنا اكشوالي كل حاجه بتحصل في الجسم بتحصل في داخل الخلايا، وبالتالي احنا عندنا الميه الزياده والاملاح اللي هي الضاره الزياده بتتولد داخل الانترا سيلولر فلويد. العلاقه بين الثلاثه كومبارتمنت دول ان بينهم ميمبرينز تسمح للميه وللاملاح انها تعدي بمنتهى الحريه، فالتركيز بتاعهم هما الثلاثه بيبقوا زي بعض. لما انا باجي بعمل عمليه الهيموداياليسيس انا بقلل الكونسنتريشن بتاع الاملاح وبقلل الميه اللي موجوده عندي في البلازما، فبيتم تعويضها من الاكسترا سيلولر فلويد ويتم تعويض الاكسترا سيلولر فلويد من الانترا سيلولر فلويد. يعني بمعنى انا في الاخر بشد الميه وبشد الاملاح من داخل الخلايا من خلال الدم ومن خلال الاكسترا سيلولر فلويد. فالنقطة لو أنا عملت الموضوع دوت بريت عالي زيادة بيبقى في عندي مشكلة الحقيقة، إن ممكن يبقى يعني الريت ده ممكن يعمل لي مشكلة. يعني على سبيل المثال بالنسبة للحالة بتاعت الدياليسيس ديس إيكوليبريم سيندروم، ده بيبقى زي ما بقول لكم في بعض الحاجات اللي ممكن المريض يتعرض لها، إن هو يبقى عنده مشكلة فعلا إن هو الريت اللي بنسحب بيه الأملاح بيبقى عالي زيادة. الحقيقة ده يعني بيعمل لي مشكلة بالذات بالنسبة للمخ، لان الحاجه المعتاده في جميع خلايا الجسم انها تبقى فيها يعني فري باسج بالنسبه للميه وبالنسبه للاملاح بينها وبين الاكسترا فلويد، اوكي. فبنتكلم على ان في الاخر يعني في حريه في الحركه، فمعنى كده ان انا لما باخد الكونسنتريشن بتاعي هنا بيقل مثلا، الكونسنتريشن على طول داخل الخلايا بيقل بنفس المقدار. في عندي مشكله في المخ بالذات، خلايا المخ بالذات بيبقى فيها عندنا حاجه اسمها بلاد برين بارير. البلاد برين بارير الحقيقه بيعمل لي مشكله ان هو بيعوق الترانسبورت اوف يعني كل الاملاح، مش اي حاجه بتعدي بالشكل اللي هو المعتاد، بيبقى فيه سلوور ترانسبورت. البورز اللي كان بيعدي منها الميه بقت مختلفه، بقت حاجه تانية مختلفه، بقت او يعني بقى كل حاجه دلوقتي بقت ماتش سلوور، اوكي. فاللي بيحصل نتيجه لكده اليوريا بالذات لما بشد اليوريا من البلازما بريد سريع، اللي بيحصل ان هي يعني بتقل في الاكسترا سيلولر فلويد، ولما تقل في الاكسترا سيلولر فلويد وعندي هنا بلاد برين بارير ما بيسمحش انها تقل بنفس المقدار داخل خلايا المخ،
فبيحصل ان احنا بيبقى عندنا دلوقتي ماده الكونسنتريشن بتاعها عالي في اتجاه، يعني في عندي داخل خلايا المخ الكونسنتريشن بتاع اليوريا عالي، وفي الاكستريسير فلويد الكونسنتريشن اقل، فيبتدي يتحرك نتيجه ان ما اقدرش انقل الحاجات دي بسرعه، ما اقدرش ان انا اعوض الاملاح، تقدر ما بتقدرش تعدي بسرعه هنا، الميه هي اللي بتتحرك تروح داخل الخلايا بتاعه المخ، فبالتالي بتعمل لي اكسترا بريشر، والاكسترا بريشر دوت الحقيقه يعني بيحصل الاكسترا بريشر اللي بيبقى موجود عندي، او الاكسترا يعني الاكسترا بريشر بيبقى موجود عندي في داخل المخ دوت الحقيقه يعمل لي بقى الهيديك، ويعمل لي بقى المشاكل اللي انا بشوفها في الدياليسيس دي اكوليبريم سيندروم. فالحقيقه الحل بتاعها لما مريض يشتكي من حاجه زي كده بنحاول نقلل الريت بتاع الكونسنتريشن، الريت بتاع الدياليسيس، الدياليسيس افشنسي نحاول نقللها شويه، بدل ما بنخلي الفلو ريت بتاع الدياليزيت عالي لا بنخليه اقل شويه، ونخلي الفلو ريت بتاع الدم اقل شويه، بحيث ان يحصل يعني سلو يعني ريموفال اوف اليوريا، بحيث ان يبقى نقلل على قد ما نقدر المشاكل اللي بتحصل نتيجه للسلو ترانسبورت في البلاد برين بارير.